السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب أون. نبتدي المشوار النهاردة. أداء الحقيقة ضعيف جدا للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي. لا الشوط الأولاني الأهلي حاضر ولا الشوط الثاني الأهلي حاضر. جمهور النادي الأهلي زعلان جدا لأن تاني مطب للنادي الأهلي في 4 مباريات في الأسبوع الرابع، وده يعتبر مشهد كبير جدا جدا جدا. المشكلة كمان مش في كده، المشكلة إن في ابتدت بعض الأصوات تروح يمين وشمال، وهو ده اللي مش راضي عليه خالص جمهور النادي الأهلي. يعني في بعض الناس يقول لك إيه؟ لا ما إحنا أكيد في مشكلة، المكافآت مش كفاية. في مشكلة في أوضة اللبس، دور على محمد رمضان. في مشكلة عم حارس ما كانش موجود. في مشكلة إن كان في عصاير ما جاتش. هو حضرتك المشكلة داخل النادي الأهلي في موضوعين، في كولر ولاعيبته، ونقطة ومن أول السطر بس خلاص. لأن أنا ابتديت أحس إن إحنا هنشيل ناس مالهمش دايما علاقة بالقصة، أبعت أجيب أي حد معدي قدام سور النادي. في النادي الأهلي هو حضرتك بيوفر لك زي ما بيقولوا كده لبن العصفور، مش بشهادتي، مش بشهادتي، بشهادة المدير الفني نفسه، يقول لك أنا مش محتاج حاجة، أنا مرضي ومتعشيه وما عنديش اي مشاكل. اللي مزعل النهارده جمهور النادي الاهلي مش التعادل مع البنك الاهلي، اللي مزعل ان اللعيبه فريش قوي، يعني ما فيش روح، ما فيش دي، والجمهور دايما عايز دي، اعمل اللي عليك وبعد كده النتيجه نبقى نشوف الامور بعدين. موضوع طبعا المهاجم وان كهربا مش موفق النهارده، الامور كانت واضحه في بعض اللقطات. واحد يقول لي هما كام لقطة يعني؟ أقول له في النادي الأهلي مهاجم الأهلي لازم هو مهاجم أو لاعب بيجيب من أنصاف الفرص. ده المشهد الثاني أو الثالث إن إحنا نقف نقول محمد الشناوي هو مان أوف ذا ماتش، مصطفى شوبير هو مان أوف ذا ماتش. زمان كنا نقول لك إن من الصعوبة إنك تبقى مهاجم لفريق بيلاعب النادي الأهلي، لا بتتعرف على مدافعي الاهلي ولا بتلحق تسلم على حارس المرمى لانك ما بتشوفوش غير قبل الماتش. دلوقتي مهاجم النادي او مهاجم اي فريق هو الصديق الانتيم بتاع حارس مرمى النادي الاهلي. يعني النهارده هو مهاجم النهارده البنك الاهلي راح كام مره على مصطفى شوبير. اذا شوبير افسد اصلح ما افسده الاخرون. مصطفى شوبير في كل ماتش بنقول اسمه كتير، مصطفى شوبير، مصطفى شوبير، مصطفى شوبير. مان اوف ذا ماتش دي اتكررت كتير، ودي حالة في النادي الأهلي فيها جزء إيجابي إن عنده حارس مرمى جيد، ولكن فيها جزء تاني إن كنا من إمتى بنقعد ننادي على اسم حارس الأهلي طول المباراة بالشكل ده؟ كل دي كمية فرص. واحد النهارده قال جملة أنا ما بقتش عارف النهارده النادي الأهلي بيلعب بأنه تيشيرت، يعني وصل لمرحلة إن هو مش عارف الأهلي فين. الأهلي النهارده مش في حالته، الأهلي النهارده تايه أو لعيبته النهارده تايهين. وعشان نقف ونحل في موضوعين حضرتك بتتكلم عليهم، كولر ولعيبة النادي الأهلي، ولا توجد أي أزمات أو أي مشاكل أخرى، كل شيء متوفر لك كلاعب، كل شيء متوفر لك كمدير فني، عليك ان انت تكسب وتمتع الناس. النهارده المكسب مش موجود، عايز النهارده تخطف دايما الماتش، تعلق في كوره. النادي الاهلي بامكانياته الكبيره لازم يقدم كوره ممتعه افضل من كده بكتير. جمهور النادي الاهلي النهارده غير راضي، ولكن مش هتقدر تحذف المواضيع، مش هتقدر تقول مواضيع يمين وشمال، مش هتقدر تتكلم على اوضه اللبس ورمضان. مش في كل مكسب او كل خساره نجيب 75 سبب. هو زي ما كولر هو كان نجم الشباك في المكسب، زي ما لعيبه النادي الاهلي هما النجوم، والنادي الاهلي يمتلك لعيبه كبار ولكن مش في حالتهم. وما ينفعش نفضل نكرر كتير في مباريات كتير ان هما خارج نطاق الخدمه، ده ما ينفعش، والمشاهد اللي قدامنا دي بتبين. ما يخص مصطفى شوبير، مصطفى شوبير النهارده بيتألق وبيثبت انه حارس مرمى كبير بكل الظروف اللي بيتحط فيها.
بكل المواقف والخلافات والضغط اللي بيتحط فيه. حسام حسن اداله الفرصه، الناس قامت وقعدت وقالت وهنا ومشاكل ومواضيع، حاطط ودن في ودانه وسددها. مصطفى شوبير شخصيه تعبر عن قدوم حارس مرمى كبير، عنده جلد كبير جدا جدا جدا، بيختبر في ظروف صعبه كل 3 4 5 ماتشات كولر بيديله ماتش ويستنى يشوف هيعمل ايه. في كل فرصه بياخدها بيكسر الدنيا ويرجع يقعد تاني احتياطي ويرجع يلعب تاني في الملعب. مصطفى شوبير عايز يقول لكولر انا اهو، عايز يقول له حسام حسن انا اهو، عايز يقول لكل الناس اللي انتقدوا حسام حسن انا اهو مصطفى شوبير. مش مساله اكيد ليه الفخر ان هو ابن احمد شوبير، ولكن في النهايه هو برجليه. لا عمرنا سمعنا تصريح لمصطفى، ولا عمرنا سمعنا له تويته، ولا عمرنا شفناه ماشي على الميه، ولا بيقول انا الجن اللي ما حصلتش، ولا عمر اصلا سمعنا صوته. بعض الناس يقول لك، عشان بس ابقى ايه امين في الرساله يعني، يقول لك مصطفى شوبير النهارده احرج كولر، احرج اداره الاهلي، مصطفى شوبير النهارده قال لكولر انا موجود. ما احنا هو عارف انه موجود، وعارف ان مصطفى حارس مرمى جامد، واللي كولر بيعمله عشان مصطفى حارس مرمى جامد، وعنده الشناوي حارس مصر الاول اللي بيكسر الدنيا في المباريات، لان برضه بحس ان كل ما بيتالق شوبير الناس بتدوس على الشناوي. الشناوي حارس كبير، ولولا حاله الضغط في التالق اللي عاملها مصطفى دي لا يمكن ياخد ماتش كل 3 4 ماتشات. الديل ده ما يتعملش عمره في الاهلي، ما يتعملش. ولكن فرضوا الشناوي ومصطفى شوبير، هما الاثنين اللي فرضوه. طب فرضوه ازاي؟ ما هو مش على مزاج الشناوي مثلا، مش بمزاجه، هو راجل مكسر الدنيا وراجل واقف على رجله، فالراجل بيديله. مصطفى شوبير بيجبر كولر انا ما اقعدش اكتر من 3 4 ماتشات، لازم تديني عشان افضل واقف على رجلي. لكن كل ما بتديني بقول لك انا موجود، والمقارنات بقت شديده، وبقيت شوكه مع الشناوي بدب وراه، وهو ده البديل الكفء. مصطفى شوبير الحقيقه بيحط ساين كده ان انا اللي جاي، بالبلدي كده وبالعربي عايز يقول انا اللي جاي، وكل ما باخد الفرصه بمسك فيها، وردي مش بلساني، ردي برجلي وبايدي. نشوف كولر قال ايه. الموضوع مش صحيح بالشكل ده، وفي ماتش دليل على كده، ماتش سيراميكا في النص نهائي السوبر المصري، كان برضو لما اوفا لعب كان الشناوي قاعد على الدكه. يعني بصوا، في كلام كده بنسمعه، هو الراجل النهارده كولر قال لك لا مفيش اتفاق ان الشناوي ما يقعدش، ولكن هو اكيد ولا في اتفاق ان هو يقعد. يعني الشناوي حارس مرمى كبير، لو واحد يقول لي اصل راحه، رايح من ايه؟ بتلعب ماتش كل اسبوع ومش هتلعب، هتقعد احتياطي. فالقصه دي مش ماشيه حتى مع الجمهور، ولكن طبيعي ان كولر يرد كده كرد سياسي، ما اتفقناش وطبيعي، وكان قاعد واحنا صغيرين وكان قاعد في المباراه الفلانيه، ماشي خلاص مفيش مشكله. ولكن ظروف الاهلي دلوقتي، عشان بس اوجه رساله لكل لعيبه الاهلي، ظروف الاهلي دلوقتي او جمهور النادي الاهلي دلوقتي مش محبز ان حد يطلع بدوشه. يعني دايما يقول لك الاهلي بيكسب عشان تفاصيله كويسه، تفاصيل الهدوء والاستقرار والمواضيع والقصص. فاللاعب اللي هيعمل زنه كده، زنه اموره مش هتكون ماشيه بشكل كويس، لان الجمهور ما بيستحملش حاجتين. جمهور الاهلي ما بيستحملش لا في متعه في اللعب، ولا في مكسب، ولا في اداء. طب انت حضرتك المطلوب انا مني ايه؟ هشيلك الفاتوره، هتعمل دوشه وهتعمل مشكله، هشيلك الفاتوره، هتتهور هتتعور. لو في مكسب قال لك المكسب ده عامل زي الاستيكه، يمسح اي حاجه. بس كمان مفيش مكسب، كله يلتزم الصمت، وكله يخش ايه في الجحور زي ما بيقولوا. فاكرين كده بعد السوبر الافريقي النتائج ما كانتش جيده؟ هي دي مست الاهلي، كله استخبى، كله قص شعره، كله يلتزم، ارجع اكسب تاني، ارجع اكسب. وحتى في المكسب الدنيا هاديه، لان انت مطالب انت تكسب وبس، تكسب وبس. جمهور النادي الاهلي النهارده ادى لامام عاشور اكتر من رساله. رساله موجهه من الراحل الكابتن صالح سليم، رساله دعم للكابتن محمد رمضان، رسائل كتيره قوي. هما بيدعموا الكابتن محمد رمضان بصفته، مش بس مش مساله هو راجل
محترم وانا بكن له كل احترام، ولكن مش مساله لشخصه. هم عارفين ان سيستم الاهلي مدير الكوره يحكم، مدير الكوره يحكم، مفيش لاعب يطلع على مدير الكوره، سيستم الاهلي ما يتكسرش. فداخل النهارده قال له لا، رمضان خط احمر، رمضان خط احمر، حاسب وسع. وانا بقول لامام لان من جواه فعلا بحبه، ما ترستكش اكتر من كده، ما تاخدش ريسك، ما تاخدش مخاطره اكتر من كده، ما تلعبش مع جمهور النادي الاهلي اكتر من كده. انت هتجيب بطولات، هتلعب، هتتالق، هتلتزم، انت كفاءه وصاحبي وحبيبي وعم المنطقه. اي قصه تانيه الامور هتكون صعبه. الكلام ده بنعيده ليه؟ لان النتائج ليست افضل شيء، فالنتائج افضل شيء كله لازم يلتزم الهدوء. نشوف جمهور النادي الاهلي النهارده قال ايه لامام. زي ما قلت لحضراتكم النهارده كان في دعم من الجمهور لرمضان، وقال له كل الدعم لرمضان، مفيش لاعب فوق الكيان. ده جمهور النادي الاهلي قال. كمان صالح قالها، الكل يطيع، النادي الاهلي فوق الجميع، فوق جميع محبيه طبعا. فالنهارده عايزين يوجهوا رسائل مهمه، هو ده الجمهور. الجمهور اللي سقف لامام اول ما جه، والجمهور اللي سقف لامام لما تالق، والجمهور اللي هيحييه بعد كده لما يلتزم، والجمهور اللي وقف مع كهربا، والجمهور اللي زعل من كهربا، والجمهور اللي هيقف مع كهربا تاني، والجمهور اللي وقف مع ناس وزعل مع ناس يعني اعتقد ان جمهور النادي الاهلي دايما صاحب رسائل مهمه جدا على كل لاعب يسمعها. وتحت شعار دايما ان كنت ناسي اللي جرى هات الدفاتر تنقرا، بدون ما نذكر لعيبه معينه، لان ياما لعيبه كانت مواهب مدغدغه الدنيا، بخ طخ طارت. عايز تقرب لقلب الجمهور، هات بطولات. عايز تبقى احب واحد في قلب الجمهور، ابذل اقصى حاجه عندك. النادي الاهلي عمل النهارده رقم برضو غريب شويه. النادي الاهلي لعب خمس مرات بالزي الثاني او بالزي الاحتياطي مع البنك الاهلي، خسر منهم اربع مرات في موسم 21 وموسم 24 وموسم 25. وعندنا بعض اللقطات لو جاهزه يا جماعه قولوا لي، بالزي الاسود والزي الازرق والزي الذهبي اللي كان بيلعب بيه النهارده. كل ده يعتبر رقم مختلف، لان ما اقدرش اقول دي النهارده بقت مشكلة أو دي أزمة أو دي عقدة، ولكن رقم كبير إن أنت تصادف إن أنت تلاعب فريق أربع مرات بالزي الاحتياطي وما يكونش فيه توفيق، رقم الحقيقة مختلف تماما ورقم غريب. جاهزة معانا الحاجة معاه؟ طيب، عايز برضو أقول لفتة الحقيقة مهمة من اللعيبة اللي أنا أحبها جدا 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 واللعيبة المحترمة والملتزمة جدا، هو رامي ربيعه. رامي ربيعه من اللعيبه الملتزمه واللعيبه المهذبه جدا اللي بتعجبني. انا عايز اوجه له نصيحه، ارجوك بلاش الاحتفال ده. يعني الاحتفال ده في الاخر الحقيقه هو كان عمله قبل كده في مباراه، وبعد كده يعني اثار شويه الناس وكان في رد. انا شايف ان رامي ربيعه دي مش منطقته، او الحته دي مش منطقته، فما كنتش هوجه الرساله دي غير للعيب انا بشوف ان هو يعني قدوه وقامه كبيره في اخلاقه وهدوء. فبرجو منه ان بلاش يختار لك اي احتفال، احتفالات كتير غير الاحتفال ده.
عرضنا بعض الزي او عرضنا بعض المباريات دلوقتي اللي لعب بيها النادي الاهلي، وزي ما قلت لكم هي يعني اكتر من لون 4 مرات ولم يوفق الاهلي امام البنك الاهلي. في حاجه الحقيقه النهارده الجمهور كان اتكلم فيها، دايما بنقول الجمهور مع فرقته على حق، ولكن في مع الخصم دايما بيبقى الجمهور عاطفي، وممكن دي ما تكونش حاجه حقيقه. الجمهور النهارده قال للكابتن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي: عايزين نشوفك كده قدام الزمالك مصحصح كده والدنيا وكسر الدنيا. طارق مصطفى امام الزمالك من اكتر المدربين اللي بصراحه بذل اقصى، ده اخذ احمر في ماتش الزمالك، يعني الراجل يعمل ده كان هيقطع نفسه، يعني جاب موس وكان هيقطع شرايينه علشان يكسب. يعمل ايه الراجل؟ علي ماهر اتقال له كده برضه مع الزمالك: عايزين نشوفك مع الاهلي بنفس الحاله دي. تعالوا اوريكم ايه اللي حصل النهارده. والله بعمل مع كله عشان انا محترم، بعمل مع كله، مع كله عشان انا مدرب محترم، مع كله. والله بعمل مع كله عشان انا محترم، بعمل مع كله، مع كله عشان انا مدرب محترم. هو يعني برضو لو حد بيكلم مدير فني فهو ده مش جمهور، دي يعني ناس موجوده، مش كل حاجه نطلق عليها ان الجمهور قال. بعض الناس المتواجده كانت دي وجهه نظرها: عايزين نشوفك كده الماتش الجاي. وانا بشوفها ان ده برضه مش من حق اللي بيعلق عليها، يعني مش من حق حضرتك تقول للمدرب عايزين نشوفك كده او، لان هو حد في الدنيا هيحب حد اكتر من نفسه؟ يعني انا مهما كنت بحب الاهلي، بنتمي للاهلي، بنتمي للزمالك، بحب نفسي، ده اهم حاجه، عايز اكسب. علي ماهر ما بيلعب النادي الاهلي عايز يكسب، بيموت نفسه عشان يكسب. طارق مصطفى ما بيلعب الزمالك عايز يكسب. اي مدرب بيلعب هو في النهايه عايز ايه؟ عايز يموت نفسه ويكسب. سيبكم من القصه بتاعت اهلي وزمالك، انا على قد ده ازاي؟ انا هعمل هنا ايه؟ انا بشوفها قصص الحقيقه مش موجوده خالص. انا بشوفها قصص مش موجوده خالص. طيب نروح بقى لضربه الجزاء او اللعبه اللي كان عليها حديث كابتن جهاد جريشه حكمنا الدولي. كابتن جهاد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينك. ازاي حضرتك كابتن؟ والله الحمد لله. دلوقتي كابتن سمير عثمان في موضوع ضربه الجزاء قال ان هو هدف صحيح، ان هي اللمس اليد، انا اسف، مش ضربه الجزاء. اتكلم على انهي واحده الاول اللي عجبك؟ انا بتكلم بتكلم الاول على الهدف. تمام. اتفضل حضرتك. التفسير للاستحواذ الكامل للفريق، هو الاختلاف التفسير، بس نختلف التفسير للبروتوكول البي ار. التفسير محتاج مساحه او مسافه ووقت. الكره لما جت في ايد رامي ربيعه هي لمست يد، اليد خارج الجسم، مكبره الجسم، وبالتالي يعاقب عليها بركله حره مباشره. لو الحكم صفر ركله حره مباشره اللعبه خلصت والموضوع انتهى. طيب هو دلوقتي لما راحت للاعب البنك الاهلي وخد الكوره ولعبها، اللعبه اللي لعبها دي ما حصلش استحواذ كامل للفريق، اللعبه ما خرجتش، ما عملناش ريسيت للاي بي بي لمرحله بناء الهجمه، ما بنيناش الموضوع من صفر زي بالظبط مرحله استئناف اللعب. يعني يا كابتن سيف لو تفتكر ماتش البنك الاهلي والاهلي ماتش امين عمر كان في لعبه كره استئناف لعب، استئناف اللعب دي مجرد ما تبدا فهتعمل ريسيت تماما لمرحله بناء الهجمه. لكن استمرار اللعب بالمنظر ده في المسافه دي في منطقه الجزاء، لعب البنك الاهلي لما لعبها هي مش استحواذ كامل للبنك الاهلي على الكوره، وبالتالي استمرار اللعبه هو استمرار صحيح. الحكم الفار له حق يرجع طبقا لبروتوكول البي ار للعبه ويلغي الهدف بلمس يد اللي موجوده. والحكم الفار بصراحه كان عنده حق في استدعاء الحنفي، والحنفي كان عنده حق في الغاء الهدف. كابتن ممكن اقول لحضرتك اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. ماذا لو البنك الاهلي اخذ الكوره دي، الكوره اللعبه استكملت والنادي الاهلي والبنك الاهلي قطع الكوره راح جاب جول؟ راح جاب جول؟ اه جول. طب اشمعنى طيب بقى؟ اللعبه هقول لك يا كابتن سيف، لان انا بقول لك الموضوع بالاستحواذ هو استحواذ كامل، بمعنى لو اللعبه دي خرجت باصه واثنين وثلاثه واتقطعت بقى استحواذ كامل لفريق البنك الاهلي، ترجع بقت ريسيت لمرحله بناء الهجمه لصالح النادي الاهلي، وبالتالي بتبدا الهجمه من النقطه دي. لكن اللي حصل لما لعيب البنك الاهلي الكره جات له ولعبها بالطريقه اللي لعبها بيها دي وراحت للاعب النادي الاهلي على حدود منطقه الجزاء، في المسافه دي مفيش استحواذ كامل لفريق البنك الاهلي. كابتن الكرة. لا كابتن، الكره كابتن مع لاعب البنك الاهلي استحواذ كامل جدا، والراجل كان عنده قرار اهو قدامنا، هو كان عنده قرار انه ممكن يطلع او يباصي او يلعب لقدام او يعمل اي حاجه، هو الراجل شاطه غلط فاتقطعت. ماشي مش مختلف معاك، انا كده يا كابتن ما حصلش ريسيت للهجمه،
مفيش ريست اللعبه، اللعبه مستمره يا كابتن سيف، ما خرجتش وعملت فيها استئناف لعبه، اللعبه ما انتهتش، اللعبه مستمره، الاستحواذ للفريق ما حصلش، استحواذ اللعب اوكي انا ماشي معاك ان استحواذ اللعب، انا بكلمك في التفسير بس اللي حصل اختلاف التفسير مش اكتر. يعني تفسير اللعبه ان الاستحواذ حصل للاعب ما حصلش للفريق، وبالتالي الاستحواذ ده ما قطعش ما عملش ريست لمرحله بناء الهجمه بالنسبه للفريق الاهلي، وبالتالي اللعبه مستمره، وبالتالي يعاقب لاعب الاهلي، ومش مقبول في الفهم الصحيح لكره القدم ان الكره تيجي لمسه يد بالمنظر ده والكره ما حصلش فيها مرحله بدايه مرحله بناء الهجمه ونقول لا من اللمسه دي ما نشوفهاش، لا بعكس لعبه امين عمر السنه اللي فاتت في البنك الاهلي، ان حصل ان في خطا حصل فاول حصل او في رمي التماس او في ركله ركنيه، ساعتها بتعمل ريسيت للعبه تماما واللي فات ده يعتبر مش موجود. لكن حضرتك لاعب البنك لو طلعها على طول كده زي كوره صلاح زمان في ليفربول، قام شايطها لمهاجم وراح جاب جون، بقت جول هيستمر اللعبه وبقى جول. اذا انا بقول لك التفسير يا كابتن هو الاختلاف فين يا كابتن سيف؟ تفسير كلمه استحواذ الفريق، التغيير الاستحواذ لفريق تاني، هي التفسير في النقطه دي، هو ده الاختلاف مش اكتر يا كابتن سيف. لكن لمسه اليد لمسه يد الايد بره الجسم كبار الجسم دي مش عفويه، وبالتالي بنتكلم ان الرجوع الفار حكم الفار للقطه عشان الغاء الهدف واجابه حالة ليه هي استجابه صحيحه والغاء الهدف الغاء صحيح. طيب ما يخص ضربه الجزاء بتاعت ياسر؟ ضربه الجزاء ديت هي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب النادي الاهلي، فسرها ازاي يا كابتن سيف؟ ان انا المدافع في ماسك واضح او شد واضح من ايد ياسر ابراهيم اثر على امكانيه لعبه للكوره، وبالتالي بنتكلم دي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي، كان لازم حكم الفار زي ما انت استدعيت الحكم في لقطه الغاء الهدف كان لازم تستدعيه. انا اعتقد ان الحنفي لو راح 5 ثواني بالظبط كان رجع باحتساب ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي، وده طبعا خطا مؤسف من لجنه الكره. طب هو اصلا يا كابتن الراجل بتاع الفار فين في اللقطه دي؟ ما انا بقول لك ده انا مش لاقي حل، يعني مش لاقي تفسير ان ليه ما تدخلش باللعبه دي، لان اللعبه سهله، الشد واضح، التاثير واضح، وبالتالي الشد اللي حصل لياسر ابراهيم اثر على قدرته في لعب الكره، وبالتالي يعاقب بركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي داخل منطقه جزاء البنك الاهلي، فهي ركله جزاء، وبالتالي كان وجوبي تدخل الفار في اللقطه دي، واعتقد ان الحنفي لو راح وشافها بالمنظر اللي احنا شفناه كان هيحتسب ركله جزاء سهله وواضحه. راي حضرتك في الاداء التحكيمي النهارده؟ طبعا عندنا خطا مؤثر يا كابتن سيف في نتيجه المباراه، وده طبعا خطا مش مقبول في ماتش كبير زي الماتش للنادي الاهلي والبنك الاهلي في الدوري المصري، وطبعا اداء غير مقبول طبعا. بشكرك كابتن جهاد، بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا. ده راي كابتن جهاد. نحاول نجيب يا جماعه كابتن سمير او كابتن احمد الشناوي برضه نعرف منهم، لان هناك وجهات نظر مختلفه في هذا الشان. يعني هي برضه الامور في التحكيم بتخضع دايما لوجهات نظر الساده المحللين، دي نقط مهمه جدا دايما بنتكلم فيها، ما بنقدرش نجادل فيها، لان مساله الاستحواذ اللي قال عليها كابتن جهاد مش واضحة بالنسبة لي، ولكن احنا بنراجع بناخد رأي ووجهة نظر أخرى ووجهة نظر أخرى، لربما يبقى في اتفاق لربما يبقى في اختلاف. كابتن سمير عثمان مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ أخبار حضرتك كابتن؟ الحمد لله تمام الحمد لله. رأي حضرتك في حالتين الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم. أوكي نبتدي بالحالة بتاعت ياسر إبراهيم اللي هي مطالبة الأهلي ركلة جزاء، تمام؟ في الكرة في بدايتها في شد متبادل وبعد كده في شد من لعيب النادي البنك الاهلي، لكن ما عنديش صوره واضحه عشان اجزم ان في ركله جزاء، لكن انا امشي مع قرار الحكم، وبرافو على حكم الفار محمد علاء انه ما استدعاش حكم المباراه عشان ما عندوش صوره واضحه تؤكد ان في ركله جزاء، لان في شد متبادل، وطالما في خطا متبادل باستمرار اللعب هو القرار السليم اللي اتخذه محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم، برافو عليه انه ما ناداش محمد عارفي عشان ما عندوش صوره واضحه يوريها له، فبالتالي لا توجد ركله جزاء. هو الصوره اللي قدامنا دي واضحه كابتن ولا مش واضحه؟ لا يعني انا لما جينا شفناها لا فيها شد قبلها، فيها يعني حضرتك بتتكلم ان ياسر شد في الاول فالراجل شد في الثاني. الاثنين اللي ماسكين بس اللي ظهر لينا في الاخر وهو بعد ما لعب الكوره ظهرت الايد بتاعت لعيب نادي البنك الاهلي. عشان كده بقول لحضرتك طالما في شد متبادل باستمرار اللعب. والفار ما ينفعش يتدخل يا كابتن سيف عشان ما عندوش صوره واضحه تبين له تفاصيل اللعبه. تفاصيل اللعبه مش هو ليه حضرتك حكمت ان الفار ما عندوش صوره واضحه؟
كان وراها لنا. كنا شفناها. هو الفار اصلا استدعى الحكم فيها؟ لا ما استدعاش، بس في هيورى لك ازاي اذا كان هو ما استدعاش. ما يبقى خلاص، يبقى هو ما عندوش حاجه تخالف قرار الحكم. حكم الفار لو كان عنده صوره تخالف قرار الحكم كان استدعاه. لا، ما ممكن عنده صوره بس شاف ان ما فيهاش حاجه، يبقى خلاص، يبقى اتفق مع الحكم خلاص. انا فاهم. انا قصدي مش انا ممكن يكون عنده كادر، اصل دايما الفار عنده زوايا مختلفه، فاكيد عنده صور موضحه له المشهد. يبقى خلاص، يبقى قرار الحكم سليم اللي احنا قلناه، وعدم استدعاء الحكم المباراه يبقى قرار سليم. يعني انت بتميل ان دي مش ضربه جزاء، صح كده؟ طبعا بالظبط، ما عنديش صوره واضحه بالظبط. تمام. وخلي بالك برضو، انا عاوز اعيد حاجه بس يا كابتن سيف بعد اذنك برضو. طبعا الساده المصورين طبعا على قدر كبير جدا من الامتياز، بس في كاميرا ورا الجول يا كابتن سيف اللي هي تبين لك اللعبه كلها، وهو بيقطع على الكاميرا. انا راجل مش مصور، بس راجل بتفرج على الماتشات اللي بره، لا يمكن الكاميرا مهمه زي ورا الجول، وهي على اهم نقطه يروح جايب العارضه قطع بيها. يعني لازم في زاويه معينه، واكيد انت شايفها دلوقتي العارضه اللي قطع دي. يا جماعه طب ما الكاميرا تبقى فوق، انا مش مصور، بس احنا بنتفرج على الماتشات بره. هو الرياكشن التاخي كان لازم يتلعب منه اللعبه. بالظبط طبعا. طيب ياسر رامي ربيعه، كابتن رامي ربيعه، كره رامي ربيعه دي يا كابتن سيف متقسمه حاجتين. لو الكوره جت في ايد رامي ربيعه عرضيه، يعني بدون تعمد، وهو احرز منها هدف مباشره يتم الغاء الهدف. يعني رامي لو الكوره جت في ايده ما فيهاش تعمد، وهو اللي جاب الكوره من نفسها، المهاجم ما يستفادش من خطا. تمام بالظبط، يتم الغاء الهدف. وطبعا لو فيها تعمد وجاب هدف ولو فيها تعمد واعرض الهدف برضه يتم الغاء الهدف. لكن الكره دي يا كابتن سيف، الكره دي اول حاجه بغض النظر كانت فيها تعمد او ما فيش تعمد، عندنا مدافع فريق البنك الاهلي استحوذ على الكره ومشي بيها دريبل مره ومرتين وبيطلعها بره ال 18، اصطدمت في لعيب النادي الاهلي. ما هو كابتن جهاد بيقول لحضرتك ما فيهاش استحواذ كامل، لازم يكون فيها 1 2 3 ولازم يتعمل ريستارت للهجمه. انا هنا على قد فهمي انا لقانون كره القدم، الكره هنا فيها استحواذ وبقت لعبه جديده، والاي بي بي اللي هي لحظه بناء الهجمه خلاص ما ينفعش يستدعيه، وبالتالي هدف سليم لم يتم احتسابه للنادي الاهلي. تمام ماشي. انا كابتن يعني القانون بيقول ايه في الحته دي يا كابتن سمير؟ لانها تهت. القانون هنا خلاص، انا ما اقدرش ارجع للحظه بناء الهجمه عشان لعيب مدافع فريق البنك الاهلي استلم الكوره قطعها، واستلم الكوره بيها مش دريبل والثاني، وبعد كده جاي بيشتتها، اصطدمت في لعيب النادي الاهلي، راحت خرجت بره ال 18، بقت لعبه ثانيه يعني، راحت عند اللاين، بقت لعبه جديده، وبعد كده عملها بالعرض. طب بتوع الاهلي يعملوا يخرجوا بره الملعب خلاص؟ ما خلاص لعبه جديده خلاص بقى. اذا من وجهه نظر حضرتك الهدف هدف صحيح. بالظبط كده بالظبط كده. ما انا سالت برضو سؤال يا كابتن، قلت له لو لعيب البنك شاط الكوره ومهاجم راح جاب جول، قال لي يبقى جول. لو لعيب البنك، ايوه، لو لعيب البنك اللي استلم الكوره ده ما اخطاش واستلم الكوره وقام شايطها زي هدف صلاح كده، فراح مهاجم من ورا المدافعين قام راح جايب جول. ما خلاص، ما هنا بقى المخطئ اللي يستفيد من خطأه، وهنا خلاص دي في صالح البنك الاهلي، لان كان الهاندبول الاول كان عاوز يحسبه على الاهلي مش ليه هو. تمام. عايز هنا في النهايه اتفضل، انما في النهايه هنا طبعا هدف كان لابد يتم احتسابه. تمام. عايز اسال حضرتك سؤال يخص التحكيم ما يخصش المباراه، يعني لو حضرتك تاذلنا يعني. تحت امرك. هل ممكن يبقى لجنه الحكام يديرها حد مش حكم؟ ومش هيعرف ضوابط التحكيم. احنا عاوزين ندي فرصه يا كابتن سيف ياسر عبد الرؤوف عامل شغل كويس. لا هو ياسر ممتاز بصراحه، وباذل مجهود هو وتامر دوري وتوفيق سيد. لا انا بسالك ان في بعض يعني في بعض الدول بتعمل التجربه دي اصلا انت ما بتسمعها مقنعه بالنسبه لك؟ يعني انا عن نفسي ما اعرفش ان في دوله فيها رئيس لجنه حكام مش حكم. انا ما سمعتهاش قبل كده. لازم يبقى حكم طبعا عشان يعرف يوجه الحكام، يدوا لهم محاضرات، يعرف يتناقش معاهم، يعرف يعين مباراه،
طيب في موضوع تاني يا كابتن، ماذا لو اتحاد الكوره قرر الاحتفاظ، او اتحاد الكوره الجديد قرر الاحتفاظ بياسر عبد الرؤوف وجاب خبير اجنبي للتطوير يعمل محاضرات وحاجات كده؟ بص يا كابتن سيف، بص اتفضل. لو القرار ده اتاخد يبقى غلط. لو اتاخد يبقى غلط. انت لسه عندك كادر هينجح اسمه ياسر عبد الرؤوف والناس اللي معاه. ما كملش 25 يوم، وخلال 25 يوم اشتغلوا يعني من نار. تمام. محاضرات مع الحكام وحاجات عمليه. في اخطاء، هتبقى في اخطاء. هجيب خبير اجنبي الثاني مره بعدها. الخبير الاجنبي يا كابتن سيف لو عاوز تجيبه هاته للحكام الصغيرين اللي عنده لسه 18 سنه و19 سنه. انما هتجيب خبير اجنبي الحكم عنده 45 سنه هتقول له ايه؟ هتقول له يسفر ازاي؟ عاوز تجيب محاضرين يجوا لك من بره زي ما كان كابتن عصام عبد الفتاح بيعمل، بيجيب ناس من بره بشاكه اللي بيدوا محاضرات ويمشوا فير تايم اوكي. انما الخبير الاجنبي يعمل ايه؟ لا طبعا لازم الفرصه تاخد بالكامل لياسر. واعتقد يعني كابتن بوريدا بالذكاء الكافي انه يدي الفرصه لكادر جديد زي ياسر باذن الله يعني. طيب ما يخص يا كابتن مجلس اداره الاتحاد، كنت تتمنى وجود حكم؟ هل ده الافضل للتحكيم ان يكون في حكم على ترابيز مجلس اداره؟ يعني كنت اتمنى بس خلاص يعني ممكن الناس اللي جايين فاهمين في حاجات كتيره، اتمنى انهم يكونوا برضو يعني على درايه بالتحكيم. واتمنى لان اهم ملف دلوقتي على طاوله اي اتحاد كوره كان هيجي هو الملف التحكيم باذن الله. وهم يعني خبره كابتن هاني اعتقد كافيه، وهو يعني ذكي جدا ان شاء الله، ويقدر يدير الملف التحكيم بنفسه. على فكره خلي بالك، ممكن انا اعتقد لو كابتن هاني ابو ريده ادار ملف التحكيم بنفسه ممكن ينجح فيه فعلا والله، بدل ما اي حد تاني يعني. خلي بالك انت خبراته في الاتحاد الافريقي وهو في اللجنه التنفيذيه، لا عنده درايه كبيره جدا باداره التحكيم. يعني هيسيب اداره الكوره وهيقعد لجنه الحكام؟ ما التحكيم هي الكوره على فكره. انت اهم ملف عندك هو التحكيم. انت هو 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 حكام كويسين. هو حضرتك قلت اهم ملف، يعني في ملفات كتير، وفي منتخبات، وفي مستقبل كوره، وفي طموحات، وفي احلام. عشان توصل للاحلام بتاعتنا والمنتخب لازم يبقى فيه تحكيم حكم كويس عشان يعمل لك دوري كويس. الاساس هو التحكيم. التحكيم اللي هو اخر حاجه الناس بتفكر فيها، بس انا متاكد باذن الله الكابتن هاني ابو ريده هيدي يعني مجال كبير جدا ان شاء الله لتطوير التحكيم باذن الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن سمير، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن سمير عثمان حكمنا الدولي ومحللنا التحكيمي، كابتن سامي شيشيني مدير الكره بنادي البنك الاهلي. كابتن سامي مساء الخير. كابتن سيف وحشنا. كابتن سيف حياتي حضرتك. اخبار حضرتك يا كابتن؟ وحشني. تمام والله كابتن، ربنا يخليك. مبروك النقطه النهارده. والله بص احنا خدناها زي ما بيقولوا من فم الاسد زي ما بيقولوا يعني. انك تاخدها من النادي الاهلي دي بالنسبه لنا كانت كبيره، وانت عارف الظروف اللي احنا كنا مرنين بيها الفتره اللي فاتت، ان احنا اتغلبنا ماتشين من بيراميدز والزمالك وتعادلنا مع فاركو، وانت عارف الضغوط اللي موجوده اصلا في الدوري ده، انك هتلعب من دور واحد وبعدين هتتقسم 9 و9. لا انت كمان يا كابتن انت اخدين قرعه كمان تاريخيه انا ما شفتهاش في حياتي ولا تحط لحد في حياتي. انت عارف الماتش اللي جاي كمان في الدوري مودرن سيراميكا وبعدها زد والمحله، جدول يعني جدول بالنسبه لنا صعب جدا جدا يعني. فالبونت ده بصراحه جه في وقته، جه في معنويات تعلى، جه في ثقه اللعيبه ترجع لها تاني، فالحمد لله على البونت يعني. هل طارق مصطفى كان طمعان في اكتر من كده؟ والله بص هو احنا ماتشاتنا انت حضرتك لو لاحظت هنا مع الزمالك مع بيراميدز مع الاهلي احنا بنلعب جيم مفتوح. طبعا احنا فاركو فرقه يعني تعتبر قريبه مننا، كلنا كنا يعني قلقانين من بعض شويه، يمكن احنا الشوط الثاني كنا افضل بكتير، لكن احنا نازلين ضاغطين يعني. احنا بنلعب بشكل كبير جدا على المكسب، لو ما قدرناش نكسب عندنا تامين دفاعي ان احنا نخرج بالبونت. حصل مع بيراميدز ان احنا الشوط الاول ضيعنا كتير جدا، حصل مع الاهلي، في الزمالك نفسها احنا اتغلبنا حركه لو تفتكر احنا في الوقت الضايع، ضربه الجزاء اللي جت في الوقت الضايع فاركو علينا 0-0. فالحمد لله احنا بنلعب جيم مفتوح، عندنا ثقه في لعبتنا يعني، عندك مدير فني طارق مصطفى عارف الفرق كلها، بيشتغل معاها ما شاء الله فيديوهات وشغل بلعب بالجهاز الفني، فالحمد لله احنا عندنا لعيبه كويسه وجهاز كويس. لولا مصطفى شوبير النهارده اللي اختلفت الامور، يفرق مصطفى عن الشناوي في حساباتكم في حاجه؟ لا احنا بنتكلم على كيان، اللي بيلعب في النادي الاهلي ولابس تيشيرت النادي الاهلي هو النادي الاهلي، بغض النظر ان هو الشناوي شوبير، ممكن شوبير النهارده تالق وخد احسن لعيب في المباراه، ده دليل على ان احنا كنا كويسين يعني. مصطفى شوبير ياخد احسن لعيب في الملعب يبقى ده دليل عن البنك الاهلي اضاع اكثر من فرصه. صح. ودي كانت حقيقه الشوط الاول احنا ضيعنا كتير جدا يا سيف، كان ممكن النتيجه تبقى فيها
فيها نتيجه كبيره يعني، لو احنا كنا جبنا الثلاث اربع اهداف اللي كانوا جم يعني. عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن فني شويه، بغض النظر عن البنك الاهلي، الفرق اما بتقابل النادي الاهلي وما يكونش في حالتها ويروحوا باكتر من هجمه، مهاجمين الفرق بتبقى عندهم حاله خضه دايما امام الاهلي، ولا ده مش موجود، ولا ده في علم النفس موجود؟ بص يا كابتن، احنا قبل اللقاء الجهاز الفني بقياده المدير الفني طارق مصطفى دارسين النادي الاهلي كويس قوي، والغيابات ساعدتنا، خلينا نتكلم بصراحه يعني الغيابات اللي هي اسامه ابو علي، وتتكلم على كمان على امام، على طاهر، دي ساعدتنا ان احنا بقينا حافظين الاهلي يعني. الاهلي خلاص الفرقه بتاعته مش هتخرج عن فلان وفلان وفلان، في تكتيك كان بيتعمل في الملعب، في فيديوهات كانت بتتعمل، اشتغلنا كمان على التيشيرت بتاع النادي الاهلي، ان الاهلي ما لبسش النهارده احمر يعني. احنا كنا النهارده كان في ودي اشتغلت عليها يا كابتن دي. هقول لك احنا كان ممكن نلبس اسود، لا ما انا هقول لك احنا كان ممكن نلبس اسود، واللعيبه كانت طالبه انها تلبس اسود. فالنهارده التيشيرت بتاع الاهلي اسم النادي الاهلي، التيشيرت النادي الاهلي اللون الاحمر برضه، خلينا نتكلم بصراحه بيخوف، فان الاهلي يلبس تيشيرت تاني مختلف. ده فعليا انتوا بتشتغلوا على كده مع اللعيبه يا كابتن؟ ايوه طبعا، احنا اشتغلنا النهارده على التيشيرت. النهارده طارق مجيء قال لك انا هلبس اورنج، احنا كان اللعيبه كانت عايزه تلعب اسود، كان في ليها فكره تلبس اسود، فطارق قال لك لا، النهارده برضه النادي الاهلي من قوته لون تيشيرته، فاحنا لازم نشيل الحته دي نلعب باي تيشيرت تاني، كانك بتلعب فرقه عاديه. طبعا اسم النادي الاهلي بلعيبته، لكن التيشيرت برضه عليه عامل يا كابتن سيف، التيشيرت الاحمر بتاع النادي الاهلي ساعات اللعيبه بتخاف من الحته دي. انا الكلام ده كابتن كبير ان يطلع منك يعني، اول مره اسمعه ده. لا ده حقيقه. لا ما اقدرش اجادل حضرتك، لا انا ما اقدرش اجادلك يعني، انا بتكلم على التيشيرت، لون التيشيرت بتاع النادي الاهلي هو النادي الاهلي، لكن لما تلبس تيشيرت تاني غير التيشيرت بتاع النادي الاهلي بتفرق بقى اللعيبه، الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود في الملعب. النهارده انا مش حاسس ان انا فرق كبير بيني وبين النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير قوي، لكن في الملعب لما تيجي تشوف الشغل اللي احنا عملناه او الشغل اللي اتعمل من الجهاز الفني ما كانش في مسافه بعيده، بل بالعكس احنا لو عديت الكور بتاعتنا وكور النادي الاهلي احنا كنا اكتر. التركيز يعني كان عالي عندنا. اللعيبه بصراحه التزموا كل التعليمات اللي قالها المدير الفني. فالحمد لله ساعدت على ان وتالق مصطفى شوبير، رغم ما تقول متالق مصطفى شوبير يعني البنك الاهلي كان كويس. طبعا. يعني الاهلي النهارده لو بيلعب بالاحمر كانت فرقت معاكم يا كابتن بشكل كبير؟ انا بقول لك في بعض اللعيبه بتخاف، خلينا نتكلم بصراحه كابتن شوبير كابتن سيف. ان النهارده لون التيشيرت والاسماء والكيان اكيد بيفرق مع اللعيبه، في لعيبه بتبقى خايفه. الملعب بيبقى فيه خوف من الاسم، من التيشيرت، من الكيان، من النادي الاهلي، فانت عايز برضه تشوف حته من الحته دي. ان انت النهارده ما انت بتلعب فاركو بلون فاركو، بتلعب الفرق كلها بالوان، لكن اللون الاحمر بتاع النادي الاهلي طبعا اكيد عليه عامل بشكل كبير جدا يعني. مين يا كابتن من جواك النهارده اللي ما لقيتوش في الملعب، ولو كان في الملعب كانت القصه اتغيرت في النادي الاهلي؟ لان انت قلت ساعدنا وسام. وسام وطاهر وامام، برضه خلينا نتكلم برضه لما يكون عندك ثلاث اربع نجوم غايبين دي بتاثر برضه في ما النادي الاهلي، ما خلينا نتكلم بصراحه مش في ال 11 ولا ال 13 ولا 14 يعني فنان يا كابتن حضرتك عايز تقول ان الاهلي بامام ووسام غير وطاهر لان طاهر في افضل حالاته. احنا برضه النهارده كان عامل كويس قوي ان طاهر مش موجود، عنده سرعات، عنده مهاره، فدي فرقت معانا، مع طبعا هداف الفرقه وسام ابو علي، مع امام بوجوده بيدي ثقه برضه في الفرقه. يبقى عندك امام وقفشه مثلا، عندك برضه ناس تقال، فالنهارده امام وطاهر وسام لا ساعدونا النتيجه النهارده تبقى بالشكل ده. بس يعني الاقوى يعني الاقوى الفتره اللي فاتت طاهر طبعا متالق بشكل كبير، ولكن دايما الناس بتعمل حسبه لوسام وامام بشكل برضه اكبر. لا وسام نمره واحد. وسام نمره واحد. وسام بيجيب لك هدف في اي وقت. النهارده النادي الاهلي ممكن يروح ثلاث اربع فرص وسام بتيجي يخلص، خلينا نتكلم بصراحه. فالنهارده عدم وجوده ده فرق معانا، عدم وجود طاهر وامام فرق معانا. النهارده ثلاث نجوم لو مش موجودين دي بتأثر على الثلث الهجومي بالذات يعني. اديتني يا كابتن تصريح اول مره اسمعه من يوم ما اشتغلت في الاعلام، ان الاهلي باللون الاحمر بيخوف، مختلف طبعا، ومن طبعا غيره عادي. الاهلي اسمه مش عادي. الكواليتي بتاع اللعيبه بقى، الجوده بتاعت اللعيبه اللي في الملعب، خلينا نتكلم بصراحه، التيشيرت مع الجوده بتفرق. النهارده ثلاث غيابات مع عدم وجود التيشيرت بتاع النادي الاهلي، انا بالنسبه لي فرق مع لعيبتي. انا بالنسبه لي فرق. يعني اللعيبه نفسها يا كابتن نفسيا بتقول لحضرتك احنا بنقابل الاهلي من غير الاحمر الامور بتختلف؟ لا هو احنا عارفين القصه، ما احنا لعبنا كوره وناس عاشوا الكوره كلنا على مستوى عالي، لعبنا الاهلي كم مره في حياتنا. لعبت الاهلي كم مره يا كابتن؟ انا لعبت كتير ما اقدرش اعد يا كابتن سيب، بس انا اقول لك على حاجه، انا ربنا كرمني ان لعبت ضد الاهلي وانا مدرب، يعني ما كسبنيش غير مره. كم يا كابتن؟ حوالي اربع مرات يعني. مع الزمالك ما كسبنيش مرتين. مع السوبر خدت منه السوبر، وكنت لاعب بالناشئين سنه 2009 مع الجونه، تعادلت معاه وكسبني ماتش، والنهارده بتعادل معاه، انا ما بتعادلش بقالي غير ماتش اربع ماتشات او خمس ماتشات. وحضرتك لاعب؟
وانا مدرب. لا وحضرتك لاعب، لعبته كم مره؟ لاعب، لا كسبته واتغلبت. كانت بتفرق، كانت بتفرق معاك موضوع التيشيرت ده برضو وانت لاعب كسامي الشيشيني؟ ما هو التيشيرت والجوده بقى، نوعيه اللعيبه اللي موجوده. خلينا نتكلم بصراحه، انت اياميكو كان الاسامي رنانه هنا وهنا، كبيره جدا هنا وهنا. صح، والحمد لله كنا بنكسب ونتغلب. لكن انا خلينا نتكلم بصراحه، لا التيشيرت عليه عامل مع الجوده اللي لابساها، مع امكانيات اللعيبه اللي لابساها برضو. خلينا نتكلم يعني الاسم الاهلي كبير بتيشيرته بلاعيبته، فدي بتفرق بشكل كبير جدا مع اي لعيب بيقابلهم يعني. شايف يا كابتن برضو يعني، شايف في الاهلي والزمالك والمنافسه هتمشي ازاي، خصوصا ان الدوري صعب والمطبات بقت كتير؟ مش ما حدش هيكسب بطولات كلها يا كابتن سيف، ولا بيراميدز كمان، ولا بيراميدز كمان. الاهلي والزمالك مش هيكسبوا ماتشاتهم كلها اللي جاي، ما حدش هيكسب ماتشات كلها اللي جاي. ده المطبات لسه بدري يعني. لا، الدوري ده اصعب دوري هيجي في تاريخ الدوري المصري. صح، صح، اصعب دوري. صح يا كابتن. انا كنت ماسك رئيس قطاعات الكره في السكه الحديد السنه اللي فاتت، اول ناس اتطبق عليها كان ممتاز به السنه اللي فاتت المحترفين. من اصعب المواسم اللي هتشوفها في حياتك. صح، والتعادلات هتبقى كتير. والفرق كلها هيبقى عندها شراسه انها ما تتغلبش. وانا بقول لحضرتك من دلوقتي، لا اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز هيكسب ماتشاته اللي جايه كلها. طمنا يا كابتن على احمد ياسر ريان. والله هو احنا كنا رحنا عملنا كشف كده واشعه، وطلع عنده كسر في الترقوه وهيرتب شريحه يعني. ربنا يقوم بالسلامة. ألف سلامة. ألف سلامة. تقعد فترة إن شاء الله بإذن الله يعني. ألف سلامة. يقعد قد إيه يا كابتن طبيا؟ والله هي من شهرين ونص لثلاثة. الطبيعي الدكتور كان بيتكلم، بس هو ممكن طبعا أنت عارف دي في الكتف فوق، فممكن ينزل يتمرن بعد شهر ونص في الملعب جري وتمارين وبتاع من غير التحام. مع إن يا كابتن يعني سبحان الله في الكورة برضو يعني الواقع برضو مش بالقوة، بس واضح إن هو أول ما وقع عارف على طول. لا هو وقع غلط، في حاجة طرقعت. يعني هم ما طرقعت كده، فقالوا إن في حاجة حصلت. في الدكتور بصراحه قال لنا، الدكتور وليد بصراحه مساعد، قال لك لا في كسر في القوه، فهو خد القرار من فطلعناه على المستشفى عشان يعمل عمليه على طول. الف سلامه. وعمل بالفعل يا كابتن ولسه بيتحضر؟ لا هو عمل اشعاعات وبتاع، وكان رايح بقى مستشفى كده في اكتوبر ان هو يعمل العمليه يعني مع حد متخصص يعني. يعني الف سلامه يا كابتن، نطمن عليه. الف سلامه، بشكرك كابتن سامي وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن سامي الشيشيني. طيب نروح لهاتفيا كابتن ياسر ريان نجم مصر طبعا، نطمن على احمد. كابتن ياسر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبي والله، الحمد لله. الف سلامه على احمد. الله يسلمك، الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله. طمنا كابتن. والله الحمد لله، انت زي ما انت شفت الاصابه اللي هي كانت في مباراه النهارده، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. طبعا الواحد كان مخضوض جدا من الوقعه واللي حوالين احمد قلقني، فانا كنت واخد الموضوع ممكن يكون وقعه عاديه، بس الحمد لله رحنا يعني ما طلعت من الشيخ زايد هنا، ورحت على مستشفى وادي النيل في مصر، مصر الجديده. اطمنت الحمد لله اللي هو جاله، بس طبعا هي مش سهله يعني، جاله كسر في الترقوه. الكسر ده محتاج يعمل عمليه ان شاء الله باذن الله، هيركب تقريبا مسامير وشريحه حاجه زي كده، وان شاء الله بقى حسب بقى ما ربنا ان شاء الله ياذن بقى يرجع ان شاء الله باذن الله بالسلامه ان شاء الله. الوقت قالوا له قد ايه يا كابتن ان شاء الله بتاع العمليه يعني؟ يعني كعمليه ولا كوقت؟ لا كوقت رجوع ريكفري يعني ان شاء الله. من شهرين ونص لثلاثه، يعني الثلاثه الماكسيموم ده اللي هو اعلى اقصى حاجه، والاقل لو ممكن من شهرين وشهرين ونص يبدا يخش مع الفريق عادي ان شاء الله. هيعملها على طول يا كابتن بكره؟ بكره ان شاء الله يعملها، بس هيعملها هنا في دار الفؤاد باذن الله. في دار الفؤاد؟ ان شاء الله. اتمنى له يا رب الف سلامه، ويعني حضرتك بلغه سلاماتنا وبندعي له ان شاء الله الحمد لله ويقوم بالسلامه ويطمنك عليه دايما يا كابتن. ربنا لا الحمد لله، احنا بنؤمن بالقضاء والقدر، فده يا ربنا سبحانه وتعالى. قلقت يا كابتن في اللحظه دي؟ ايه؟ قلقت وانت بتتفرج؟ طبعا لازم، انا على طول مشيت على طول، رحت على طول سبت لبست ورحت جاي، ما صليتش حتى المغرب والله، ما لحقتش المغرب عشان كان وقت الصلاه، فجريت عشان الحق هناك اشوف الدنيا فيها ايه بالظبط يعني. بس هو الدكتور طمنوني وانا رايح في السكه، قالوا لا ما تقلقش ان شاء الله. ليه؟ لما عملوا له ركبوا له البتاع في رقبته، انا اتخضيت قلت لا تفاح حاجه في الفقرات مع لا قدر، لكن الاصابه اللي عنده دي انا جات لي قبل كده وانا بلعب على فكره، بس الاصابه بتاعتي كانت شرخ مش كسر كامل. ربنا ربنا يطمنك عليها يا كابتن، وبلغه كل سلاماتنا ان شاء الله يا رب. بشكرك كابتن ياسر، بشكرك شكرا جزيلا. احمد من الشخصيات المحترمه قوي والهاديه والمؤدبه، وان شاء الله يا رب يقوم بالسلامه يعني. كولر خلاص تعب في موضوع الكوره اللي هتيجي بره الملعب، تعب خلاص، ابتدى يتكلم نفسه الراجل، فاتكلم كتير في القصه دي لدرجة انه ادى تعليمات للعيبة الاهلي ما تطلعوش الكورة، حد يقع ما حد يشوف ما تطلعش الكورة.
والكرة لازم تبقى قدامه كده شايفها بعينه، محدش ياخدها. نشوف كده، نشوف كده اللقطة. طول الوقت الكرة معاه وعايز دايما الكرة كده قدامه بحيث ان هو يزق الولد الصغير ده. واقف عايز يقول له ايه؟ هات يا عم الكورة، انا جاي عشان اخد الكورة دي. لا، خلي الكورة دي انا هديها. لان بص، حتى راح يكلم عصير قال له اوعى حد ياخد الكورة، قلتش بص سيب الكورة اهو، قال له سيبها انا بس رايح كده. وهو بيني وبينكم برضو الحالة النفسية دايما المدير الفني عايز الكورة تفضل ماشية، فشكل بشكل يعني زي ما بيقولوا كده تلقائي، هو ما الكرة بتطلع بيرميها على طول عشان الكرة تكمل. شفنا كده مع علي ماهر، وشفنا كده مع مجدي عبد العاطي، وشفنا كده مع كولر، وشفنا كده مع علاء عبد العال، وشفنا كده مع ناس كتيرة جدا. في ثانية تلاقيه جايب الكرة، يا عم العب انا عايز العب، خصوصا لو الماتش مقفول. عارفين لو النتيجة مريحة يقف الراجل من غير كورة، يقف الراجل ينطط يعمل اللي هو عايزه. لكن هو هنا بيقول لك ايه؟ انا في عرض دقيقة، انا في الاخر في عرض دقيقة، فعايز الحقيقة يعني الدنيا تمشي. من الماتشات او من الظواهر برضو الحقيقة اللي لازم نقف عندها، وهو نروح لحتة تانية، وهو نادي الزمالك. نادي الزمالك في المحلة بيستعد لمباراة غدا ان شاء الله باذن الله، فهيبات النهاردة في طنطا عشان يلعب بكرة في المحلة. تعالوا نشوف كده جمهور نادي الزمالك واستقبال جمهوره والهتافات عاملة ازاي. جمهور يستحق التحية فعلا، نشوف. ده النهارده استقبال جمهور نادي الزمالك ليه في طنطا قبل مباراه المحله، وده حاله حب كبيره، لان حضراتكم عارفين الزمالك جمهوره موجود في اي مكان، جمهوره حاضر في اي حته. ده جمهور جاي بعد خساره المباراه الماضيه وجاي وبيساند فرقته. خلي بال حضراتكم، واحد دلوقتي يسالني يقول لي هو الزمالك في المركز الكام؟ اقول له الزمالك في المركز السابع، يقول لي ياه السابع. اقول له طب ما تحسبهاش كده، يقول لي امال احسبها ازاي؟ اقول له احسبها، قول لي حاجه تانيه، قول لي هو الزمالك لو لعب، لو كسب بكره المحله هيبقى في المركز الكام؟ اقول لك هيتصدر جدول الدوري الممتاز. تقول لي ازاي؟ اقول لك لان الاهلي اخذ فوزين وتعادلين، فعنده مطبين في اول اربع مباريات. ادي الزمالك اهو في المركز السابع، ست نقط، كسب بكره هيبقى تسع نقط. عندك المصري وبيراميدز بكره، اي واحد منهم يكسب بكره يروح للنقطه العشرة ويتصدر هو الجدول، ونفضل ماشيين كده بقى لعبه زي ما بيقولوا كده ايه، بدري قوي الكلام بتاعنا، لان جدول الدوري الممتاز هيفضل المشهد متغير كده. عايز اقول لحضراتكم ان الاتحاد لو كسب امبارح كان هيروح في حته تانية خالص وتصدر المشهد ويبقى 10 نقط، ولكن لم يوفق النادي الاتحاد السكندري. النهارده مان اوف ذا ماتش للثلاث مباريات اللي اتلعبوا هما حراس المرمى. هل دي قصة بالصدفة؟ لا، قصة بتديك مدلول ان كله عايز يكسب. مصطفى شوبير هو مان اوف ذا ماتش النهارده، رضا السيد حارس امبي النهارده بيصد ضربتين جزاء في نفس المكان بنفس الطريقة. امام مين؟
امام النادي الاسماعيلي. رضا السيد عامل النهارده مباراه كبيره، ولو بنتكلم النهارده على 3 نقاط فهو اللي جابهم محمد علاء حارس الجونه، هو برده مان اوف ذا ماتش وعامل اداء رائع جدا جدا جدا. طيب ناخد رضا السيد حارس ام بي. رضا مساء الخير. مساء النور كابتن سيف. ازيك يا رضا؟ تمام يا كابتن، الحمد لله بنعم الله بخير. انت ابو سعد كده؟ طب انا اعرف ان المدير الفني صوته يروح، لكن انت صوتك راح ليه؟ من كتر ما نديت عليهم. من كتر ما انت عليهم بصراحه يا كابتن. تعبت معاهم تعبوك النهارده يا رضا؟ لا 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 الحمد لله، والله والله الحمد لله يا كابتن، الحمد لله رب العالمين والله. ضربه الجزاء الثانيه اكيد ليها شعور مختلف، حسيت ان انت شلت المباراه. حقيقة بصراحة يعني، وكان عنده ثقة في ربنا ان الثانية لما اتحسبت بالشكل ده بعد الخطأ بتاع الحكم اللي هو حسبه هاند بول عليا بره ال 18 تمام؟ فهي دي اللي خلتني اخد يعني، حسيت ان والله الكرة ما طلعتش يا كابتن، يعني الكرة ما طلعتش بيها، لو جبتها عندك في العادة أو الله أعلم، أنا لميت الكرة جامد قوي على جسمي فوق. لقيت الحكم بيديني بيحسبها هاند بول من بره وبيحسبها وبيديني انذار فيها. استنى كده نشوفها. شوفها يا كابتن. تاني كده. لميت يعني الكرة كده اللي رحت لاممها على طول على 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 جسمي من فوق. ما لحقتش يعني الكرة ما بقتش كلها بره الخط، بره خط ال 18. ولا انا غلطان؟ تمام، ما انا الحقيقه يعني بنحاول نجاوب بس مش عارفين يعني هجيبها لك دلوقتي، بس خلاص انت شرحت الحمد لله انت فاهم. فاول ما اتحسبت بس ربنا كرمك من واسع. قلت بالظبط كده، وقلت الحمد لله يعني ربنا يعني رضاني الحمد لله يعني. انت بتروح على رجله ولا انت بتتوقع زاويه؟ والله هو من الماتش اللي فات يا كابتن بتاع ماتش فاركو اللي ضربه الجزاء اتحسبت علينا وانا استعجلت الخطوه شمال وهو حطها يمين، فانا كنت النهارده مصمم ان انا اثبت لحد اخر لحظه بس. فكان التوفيق معايا الحمد لله يعني. اتاخر يعني. اتاخر يعني الماتش اللي فات استعجلت ورحت رايح شمال يعني قبل ما احط رجلي في الكوره، النهارده كنت هادي شويه بس مش اكتر من كده. وكان في محاضره بيني وبين كابتن خالد يعني بصراحه في الحته دي شويه يعني. اتكلمنا فيها شويه يعني مع بعض. ربنا يكرمك يا رضا وتكسر الدنيا، عامل اداء رائع في الماتشين، وان شاء الله باذن الله تعمل موسم كبير، موسم استثنائي. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك كابتن سيف، شكرا لحضرتك. انا شايف يعني الدروع ابتدت اهي، وان شاء الله باذن الله ما تكونش الاخيره. كنت اتكلمت معاه فيك قبل كده الحته دي برضه يعني، بس قلت لي عدت خلاص. ايوه ربنا يكرمك ان شاء الله حبيبي. التوفيق ان شاء الله حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا. اتفضل يا رضا. بشكرك شكرا جزيلا. دول الثلاث حراس اهم، ولقطه الحقيقه برضه مختلفه، ان ناس كثيره بتتكلم على حراسه المرمى، ولكن واضح ان هم النهارده عاملين اداء رائع جدا، واداء رائع جدا ان تكون كل المباريات بالشكل ده. محمد صلاح النهارده امام السيتي بيعمل عظمه جديده، بيوصل النهارده للهدف رقم 11 زي ما حضراتكم شايفين، رغم كل الضغوط، رغم التصريحات، رغم هقعد ولا لا، رغم ده المباراه الاخيره ولا لا، رغم سمعوني حسوكم ايه اللي حصل عندكم، يعني عايز النهارده يقول للجمهور في ليفربول انتم، ما انا اتكلمت بعض الجمهور قال اتكلم وما تتكلمش وبتاع، فصلاح النهارده بيقول لهم سمعوني بقى ها حسكم بتقولوا ايه. قالوا لصلاح ايه النهارده؟ قالوا لصلاح احنا عايزينك تجدد. بيرد ازاي ابو صلاح؟ هو بيرد برجله في الملعب، وده الرساله اللي انا صوتي راح فيها. ما تردش بتويته ولا بتصريح، رد بادائك في الملعب. اغلط في ماتش وارجع اقف، الثبات على المستوى الاستمراريه هي دي القصه. بص بيقول لهم ايه؟ سمعوني هتافكم، سمعوني اغانيكم، سمعوني حسكم. هو ده النهارده اللي صلاح بيقوله. صلاح بيجري ورا هالاند، عنده النهارده لقطه كده بيقول لهالاند ايه يعني، احنا مش عارفين طبعا، انا بتوقع لان هالاند مش صاحبنا ولا صلاح مثلا هنقول له انت قلت له ايه، ولكن واضح كده بيقول له ايه معاك كام جون يا نجم دلوقتي، فقال له مثلا بقى 11، قال له جاي لك يا نجم، خلي بالك فاضل جون وانا جاي بسرعه الصاروخ. صلاح بيكسر ارقام مرموش، كمان بيكسر ارقام بنفس القصه، ومرموش النهارده جايب هدفين في الدوري الالماني، متالق بشكل كبير، فريقه النهارده كسبان 13 هدف عند مرموش، مكسر الدنيا وعامل اداء رائع جدا جدا جدا، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في اللي جاي. الزمالك ما زال جوميز متمسك بايجاريا،
خلاص هو متمسك بيه. الراجل ابتدى يتنازل شويه عن اموره الماليه، كان طالب 50%، الزمالك بيحاول يحل القصه. خلصوا ووصلوا الرقم معين، تذكره طياره طق في ثانيه، تعالى شد الرحال وهات حاجتك وتعالى. ولكن واضح ان جوميز حاطط دماغه هو ده، انا عايز ده. بنتائج برضو بعض الناس بتتكلم عليه ان الزمالك هيجدد له، هيستغل الشرط الجزائي ولا لا، من المؤكد. ولكن الظروف الماديه دلوقتي ممكن ما تكونش متاحه، لان هو الشرط الجزائي بتاعه مليون دولار. هل يقدر الزمالك دلوقتي يحط مليون دولار؟ ولكن الزمالك اكيد دارس الموضوع بشكل جيد، واكيد عامل حسابه ان امتى الوقت، امتى الوقت اللي انا ادفع فيه الرقم ده، او امتى الوقت اللي انا ادفع فيه المبلغ ده. خلاص نادي الزمالك كمان بيقترب بشده من التجديد لجوميز، وصلوا معاه لارقام معقوله جدا. وزي ما قلت لحضراتكم، جوميز مدير فني كبير، وان شاء الله باذن الله اتمنى له كل التوفيق. اخر خبر النهارده معانا، وهو ان اتحاد الكره في حاله ان شاء الله باذن الله ان هو يستلم او انتهاء الجمعيه العموميه القادمه، وهاني بوريدا يكون موجود، هيكون في لجنه فنيه، هيكون فيها كابتن حسن شحاته، كابتن حلمي طولان، الكابتن احمد حسن. دي الاسامي اللي يعني بيتحركوا فيها مع اسامي اخرى. طبعا انا ما اعرفش هيختاروا مين، وفي بعض الاخبار ان هيبقى صلاحيات الكابتن علاء نبيل هتبقى مختلفه الفتره اللي جايه، وممكن يكون ليه دور مع رابطه الانديه المحترفه. يعني مشهد هيكون مختلف شويه الفتره القادمه، ننتظر لنراه. بعد الفاصل النقاد الرياضيين الاستاذ شريف عبد القادر والاستاذ اسلام صادق والاستاذ محمد عراقي. بعد الفاصل اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. شريف مساء الخير. مساء الخير واهلا بيك واهلا بالمشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. مساء الخير كابتن سيف. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك الله يكرمك. استاذ علاء مساء الخير. مساء الفل سيف، عامل ايه؟ حضرتك ايه؟ مش مقصوده يعني. على ايه؟ على التطقيمه دي. بيت اخوك، تيجي زي ما انت عايز. ايه المشكله وانت كده؟ قلت للناس انا خدت بالك من البدله كده والكرافته كمان لسه يعني نيجي فيه ونقف علاء حبيبك. بس بسيبهم بقى ونخلص. مش بقول لك ايه، ده بقى بيت اخواتهم كله يعني، ما فيش حاجه يعني، الدنيا بقت سهله دلوقتي. رايح حضرتك النهارده في اداء الاهلي؟ هجاوب على سؤال حضرتك، بس عندي تعليق على المداخلتين بتوع الكابتن سمير عثمان والكابتن جابي ريشة. طبعا انا سمعت رايهم الاثنين والاختلاف في الراي بينهم، يعني ما اعتقدش ان قوانين التحكيم او قوانين الكوره بيبقى فيها وجهات نظر، يعني تخضع لوجهات. لا، في وجود الفار ما فيش وجهات نظر. هقول لحضرتك بس يعني حضرتك طول النقاش. اتفضل. اي قانون في التفسير مرن، يعني حضرتك ممكن تشوف التفسير بوجهه نظر واخر يشوف التفسير بوجهه نظر اخرى. في وجود الفار مفيش تفسير بقى، لان الفار بيديك امكانيه ان انت تشوف اللعبه وتركبها على القانون بتاعها وتراجع لقانونها. مظبوط يا فندم، بس دي مش حاله فار، دي قرار حكم. يعني ايه؟ يعني الفار يقول لحضرتك جت في الايد ولا ما جتش، ضربه ولا ما ضربوش، عمل ايه. لكن هنا هو مش بيشرح تفسير القانون ايه في اللعبه. هو تفسير القانون طالما يعني حضرتك قلت له، ما انا هقول لحضرتك، طالما انا استحوذت على الكوره. ايوه خلاص. في واحد بيقول لك استحوذت على الكوره يعني طلعت بيها يعني استحواذ كامل واستحواذ مش كامل. دي اللي انا ما فهمتهاش يعني، احنا هنا عطلنا من بعض. طب يعني واحد قال لك لا استحوذ على الكوره وكانت ممكن تبقى هجمه للبنك وتبقى جول، والتاني قال لك لا استحوذ كامل وخلصت وبقت لعبه جديده. ويعني ويمكن حضرتك اشرت برضو في بدايه الحلقه ان 8 مواجهات 9 مواجهات ما بين الاهلي والبنك الاهلي، 4 بس في فوق، 4 فوز للاهلي و4 تعادل وهزيمه واحده للاهلي. لا انا بتكلم على اللي انا اتكلمت عليه، الاربعه اللي حصل فيهم تعادل والاربعه اللي حصل فيهم تعادل ما بين الاهلي والبنك كلهم حالات تحكيميه اثارت جدل. وحالات تحكيميه كلها لصالح الاهلي. طب صح. ليه؟ يعني برضو ده تساؤل لازم نطرحه. ففي مشكله كبيره في التحكيم،
ويمكن هم اشاروا يعني الكابتن سمير عثمان قال لك ان الكابتن ياسر عبد الرؤوف والمجموعه اللي معاه بتبذل جهد كبير جدا وفي ال 25 يوم اللي فاتوا، بس للاسف الشديد الحكام بيبوظوا الجهد ده بقراراتهم. يعني بقى لهم اسبوعين دلوقتي، هم يعتبروا اتحطوا في اختبار اللجنه اللي موجوده دي اسبوعين. الاسبوع اللي فات كان في حالات جدليه كبيره جدا واثرت في نتائج مباريات، وادي الاسبوع ده ادي ماتش اتاثرت. هل ممكن تسمع ان يجي حد يدير لجنه حكام مش حكم؟ لا طبعا، بس يبقى حكم اجنبي، يبقى يعني خبير اجنبي. لكن مش حكم، دي صعبه شويه. صعبه يعني، صعبه شويه. لكن لازم يجي خبير اجنبي، لان حتى الخبراء الاجانب اللي جابوهم النهارده معظم القنوات اللي جابت، يعني شفنا كذا خبير اجنبي دخل، اختلفوا برضو على اللعبتين. على اللعبتين اختلفوا يعني اكتر من حكم، اختلفوا على اللعبتين. طب هرجع لحضرتك تاني. راي الاهلي طبعا يعني فضل. الاهلي النهارده، لا طبعا الاهلي النهارده ظهر، الغيابات اثرت بشكل كبير جدا في اداء الاهلي. نتيجه الشوط الاول لو الامور طبيعيه والفرص اللي جت للبنك الاهلي تخلص 4-1 للبنك الاهلي الشوط الاولاني، لولا مصطفى شوبير طبعا. التبديلات بتاعت الاهلي ما جابتش اي نتيجه، ما غيرتش في الاداء، بالعكس يعني. كابتن سامي الشيشيني قال لي الاهلي مش تمام بدون وسام وامام، رايك؟ بالتاكيد طبعا، وسام وامام واحمد وطاهر اللي بعد تألقه في الفتره الاخيره دي. لا، في عناصر مؤثره كبيره جدا ايضا النهارده، علامات استفهام على اداء احمد نبيل كوكا في الشوط الاولاني، لتاني مباراه او لتالت مباراه تراجع كبير في مستواه. عدم الدفع باكرم النهارده، هل بتريحه عشان اورلاندو في وسط الملعب من بدايه المباراه؟ بيشيل قفشه، بيريح قفشه في الشق الهجوم، بيديله اريحيه يغطي وراه. فدي حاجات كثيره جدا اثرت على الاداء. ايضا انت قلت جمله كلمه مهمه جدا، اللعيبه مريحه، مفيش الاندفاع الهجومي الضغط العالي اللي بيبقى مفيش من الجرينده العاليه، لا مفيش الكلام ده كله. اسلام، كابتن سامي الشيشيني فنيا واحد من شخصيات الحياه، بحس انها فاهمه وجهه نظرك كده. طبعا. قال لي النهارده حاجه اول مره اسمعها، قال لي علم النفس بيفرق كتير في كره القدم. يعني قال لي مثلا الاهلي ما بيلعب اي فريق، او هو ما بيلعب الاهلي بالاحمر، قصه مختلفه تماما. بص، هو بيقولها بوجهه نظره طبعا كلاعب سابق كمان، ان هو لما بيواجه الاهلي فبيأثر بشكل كبير. بس فعلا اللوم ممكن يخوف اللعيبه بالشكل ده؟ يعني بص، انت لو هتكلمني انا يعني بالنسبه لي ما بعترفش انا بالكلام، لكن هو وجهه نظره، هو وجهه نظره لازم تحطها في الاعتبار. طبعا. لا، لكن انا بالنسبه لي الكلام اللي قاله استاذ شريف ده مهم جدا، اللي هو مدى التأثير الفني بسبب الغيابات، اللي هو امام عاشور، وسام ابو علي، لكن انت الحته النفسيه، طاهر، محمد طاهر، دي بقى بص، طالما حصل تعادل او اي نتيجه سلبيه للانديه الكبيره، طب ما هو الزمالك كسب الاهلي مثلا بالاسود، هل معنى كده ان الزمالك الاهلي كان انا بتكلم انا بتكلم ان اللي قالها واحد فنان كبير. بص، ما هو فنيا دي هو كلاعب كوره وكواحد من النجوم السابقين. انت بتاع الراجل دلوقتي؟ لا خالص. فنان واحد من الناس اللي بتعتز بيها. لا، هو من النجوم السابقين، هو يحسها في الملعب. لكن انا بالنسبه لي، انا كمدرب، انا بالنسبه لي بيقول لي بتسهل لنا البيعه مع اللاعب. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي كناقد و يعني صحفي، انا بالنسبه لي ببص للامور الاساسيه. صح. ايه الامور الاساسيه؟ ان انا النهارده النادي الاهلي عنده غيابات مؤثره. ايه الغيابات المؤثره؟ وسام ابو علي، قلت لحضرتك من زمان، من فتره كبيره، الاهلي من غير وسام ابو علي بيعاني بشكل كبير جدا هجوميا، ده رقم واحد، حتى لو فاز في بعض الماتشات. لكن وسام ابو علي هو مهاجم من افضل المهاجمين اللي جم في الدوري المصري خلال العشر سنين اللي فاتوا. كان كويس دلوقتي، ما كانش كويس، ما بقولش علشان هو جاب 17 جول من 18 مباراة، لكن بكلمك في أدائه وتحركاته. وسام أبو علي مختلف عن أي مهاجم أجنبي الأهلي أو الزمالك أو أي نادي في مصر تعاقد معاه في الفترة الأخيرة، فبالتالي غيابه مؤثر جدا جدا. إمام عاشور، نقعد بقى نتكلم في الغلط، ما غلطش، صح مش صح،
لكن هو لاعب كبير، هو لاعب كبير جدا، هو مؤثر مع اي فريق مؤثر، رغم ان هو لم يقدم حتى الان 50% من ادائه اللي وامكانياته وقدراته مع النادي الاهلي. طاهر محمد طاهر، الكلام بقى بقول لك اللي قاله الاستاذ شريف ده اللي انا دايما اقف عنده. طاهر محمد طاهر النهارده في ظل تألقه في الفترة الأخيرة وظهوره بمستوى مميز مقارنة ببيرسي تاو، لما يغيب النهارده لا هو مؤثر. هل انت لو فعلت لكن هرجع بقى، هرجع لجزئية، مين بقى المسؤول عن ده؟ كولر بالظبط. انا النهارده انا النادي الأهلي، والنادي الأهلي ده معناه ان هو واحد من اكبر الأندية في مصر وفي الشرق الأوسط. لا وانت ما بتكسب بتقول انا مش محتاج لعيبة ومش عايز مهاجم ومش عايز حاجة. انت النهارده ما تحسسنيش ان في لاعب بيغيب بيأثر. انا النهارده المفروض كجمهور النادي الاهلي بروح ليه لامام عاشور رغم انه غلطان او انا زعلان منه او متضايق من تصرفاته؟ لان انت كمدير فني ما جهزتليش البديل. النهارده انا رايح لاسامه في الانديه الكبيره وفي النادي الاهلي تحديدا وبعد كده النادي الزمالك، المفروض اللاعب اللي يغيب ما يلويش دراع النادي، ما يلويش دراع الجمهور. ما هو بيتعاقد، ما حدش يقدر. لا ما بتكلمش على، لا بتكلم على وسام اهو. انا بتكلم فنيا كبسيه، لازم يبقى له بديل يعني. ان انا في النادي الاهلي الفرقه ما تقفش على لعيبه نهائي. لا تقف لا في الاهلي لا على وسام ولا امام ولا طاهر محمد طاهر، مع احترامي لقدراتهم الفنيه. نفس الامر في الزمالك. ما النهارده ما تجيش تقول لي، انا بستغرب جدا من المدربين. انا كان عندي غيابات ويجيب لك بقى غيابات ايه؟ الونش من 10 شهور يا حبيبي. الونش انت بقى لك سنه غايب. حمزه البسلوس، خلي بالك اللعيبه القليله جامده، اللعيبه الجامده قليله اصلي. كابتن، مهمه الانديه الكبيره حاجتين، تجد البديل، تجد البديل سواء في الصفقات او في فريق الشباب. يعني فريق الشباب، احنا النهارده لما بنتكلم على كباكا ولا بنتكلم على في ولد نزل كويس، محمد سمير ده لعيب كويس، ومحمد سيد في الزمالك. انت النهارده لما انت مهمتك جزء من شغلانتك ان انت تطلع لي في بلال عطيه اللي في منتخب الناشئين، تطلع لي ثلاث اربع لعيبه. شايف ازاي روتيشن هيحصل ما بين شناوي وشوبير؟ صعب لان مصطفى كل مره بيقف او بيتواجد بيكون عند حسن بيجبرك على احترام. يعني الماتش الجاي مين؟ سواء فنيا او شناوي. مع احترامي طبعا لامكانيات وقدرات شناوي، لكن هي الميزه الايجابيه للنادي الاهلي عندك اثنين جاهزين، ان انت النهارده محمد شناوي موجود ومصطفى شوبير موجود. دي مش موجوده في الزمالك على فكره. يعني محمد عواد لو حصل حاجه لا قدر الله، ايقاف او اصابه، ربنا يبعد عنه الاصابات، نادي الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في الحارس البديل رغم كفاءه محمد صبحي. ولا فهمت منك حاجه. طيب محمد صبحي حارس مميز. انا كنت لسه هروح للراجل، قلت لي عنده مشكله في البديل كويس رغم كفاءه محمد صبحي. ما هقول لك بقى، عايز يطمن فرق ما هي واضحه، عايز كف بس ما يطمنش. محمد صبحي عنده امكانيات كبيره لكن بره نادي الزمالك مش جوه نادي الزمالك، لا يتحمل الضغوط. محمد صبحي عنده مشكله ان هو لا يتحمل الضغوط الجماهيريه بعكس مصطفى شوبير. واحد من اهم المميزات اللي عنده مصطفى شوبير هو الثبات الانفعالي. صح. كابتن محمد رمضان، في الازمه الاخيره وامام عاشور، ومحضر ايه واللي جاي ايه؟ وهل الشناوي هيقعد بعد كده لشوبير ولا ده قرار، ولا زي ما قال كولر لا احنا مش متفقين على كده؟ تمام. نتكلم بصراحه عشان النهارده في حاجات كتير يعني عامله مشاكل. اتفضل. اولا لو بنتكلم على موضوع انا بعشق الكلمه بتاعه نتكلم بصراحه. لا نتكلم بصراحه. وانت عرفت اعمل بصراحه يعني انا طلبت منك انا كده بتتكلم. لا نتكلم بصراحه، انا اقصد هنروح لحتت ما بنتكلمش فيها بشكل كتير. يعني اول حاجه بالنسبه للصوره النمطيه، لا بتفرق. هو انا النهارده الاهلي وهو لابس احمر، لا بتفرق كتير. زي ما استاد القاهره بيفرق. يعني انا النهارده لما يجي يقول لك ايه استاد القاهره استاد الرعب، ليه استاد القاهره؟ وليه لما الاهلي بيروح يلعب في استاد السلام ما بيبقاش بنفس قوه استاد القاهره؟ لا هي عنده مشكله في الارضيه كلها. لا سيبنا من الارضيه، لا بعيد عن الارضيه. استاد القاهره بيتقال عليه استاد الرعب بقوته بمساحته بجماهيره، الموضوع مختلف. اذا التيشيرت الاستاد الحاجات اللي هي بره الكوره لا بتفرق كتير. تمام. وكابتن سامي لما يقول كده لا هو شافها في الملعب وحس بيها. بخلاف طبعا ان التيشيرت الاهلي بيلعب بيه ده، يعني مش عارف ازاي التيشيرت الاهلي. يعني انا برده مستغرب جدا ومندهش من اللي اختار التيشيرت ده. لسه حتى كنت بكلم مع شريف قبل الهوا،
لا ده مش تيشرت يعني النادي الاهلي. التيشرت ليه؟ سوي التعادل. لا على شكل. لا لا خالص انا كان على شكل دلوقتي كده. لا هو أيوة بيتكلم كابتن سامي شيشيني قال ايوه ماشي. قال لي لا هي باكج. لا هي باكج فيها دور. لا لا قال لي ليها باكج. هي باكج كامله يا كابتن. هي ليها باكج. هو قال كده دور يعني. هو الاهلي ما خدش بطولات بس بعيدا عن كده. ده لا يصلح تيشرت النادي الاهلي. ده مش شكل تيشرت النادي الاهلي ولا شكل ولا لون ولا اي حاجه. بعيدا بقى عن قصه ان الاهلي اساسا طبعا اكيد في الاحمر يبقى افضل بس هو مش هيقدر يلعب ده بالاحمر النهارده. طيب النهارده مشاكل الاهلي الاسبوع اللي فات يا كابتن كنت بتتكلم معايا وكنا بنتكلم في قصه ان كولر بيقول لك انا مش عايز مهاجم. قلت لك لا كولر بيقول اي كلام مع احترامي ليه. لا هو مالش انا عايز مهاجم. لا اللي هو ما طلبش. قال انا هكمل بدول لاخر. لا 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 قال ما طلبش مهاجم. قال النصر ما طلبش مهاجم. وقلت لك انا يا كابتن ساعتها ده كلام مش طبيعي. تمام. النهارده الكلام ده بيتثبت ان هو بيقول اي كلام. انت النهارده عايز طبعا انا متفاهم هو ليه بيقول كده. هو عايز يعني يسيب الثقه لكهربا يسيب الثقه لطاهر. بس انت يا كولر طلبت مهاجم وتحضيرك للموسم البدايه خاطئ. يعني تعالى نرجع كده لكل الاماكن اللي فيها مشاكل دلوقتي. الاهلي بيعاني في ايه؟ في مركز المهاجم الصريح. سبت اسامه ابو علي ليه لوحده؟ دي مشكلتك مش مشكله حد تاني. النهارده في مركز الجناح مين اللي طلب التجديد لبرستاو بالمستوى السيء اللي احنا بنشوفه ده؟ لاعب بيتخطى راتبه $1,500,000 في السنه. انت يا كولر مش حد تاني. انت على فكره طلبت التجديد والاهلي كان عايز يمشي برستاو وانت اللي طلبت تفعل بند السنه الجديده. دلوقتي تقول لك لا مش عايز بيرسي تاو عايز جناح. دلوقتي في نفس الوقت عندك مشكله مع احمد عبد القادر. تقول للاهلي الاهلي بيعرض عليك ترجعه. يقول لك لا ما ترجعوش. مين اللي سبب في برضه ان خط الوسط الاهلي فيه مشكله دلوقتي؟ النهارده اكرم توفيق لو عايز تريحه ما بتقدرش ما عندكش بديل الكفء. انت برضه اللي رفضت الضم في الاول قبل القصه بتاعت الخلاف على ديانج وساب ديانج وساب ديانج ساب ديانج لا ديانجو بالرمضان الاثنين. ايوه بس ديانج هو اللي كان عايز يمشي برضه. ايوه لا 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 عادي بس كان ممكن يقعد. انت عندك حد مرتد. انت لعيب محترف. اقعد. لا مش حاسس مكانه هتقعد مش مزاجك. لا لا مش عايز يمشي. لا لا هو كولر دلوقتي كولر ما كانش بيلعبه. جاله اكتر من عرض. ما كانش بيلعبه. انت بس جاله اكتر من عرض. كولر كان عنده رغبه. لا 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 القصه مش كده. هو كولر اللي سبب ان هو كان عنده الرغبه ديت قعد. لا 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 كولر هو اللي وافق في النهايه. كولر في النهايه هو اللي وافق على رحيل علي زيدان. طيب لان تحضير الاهلي الموسم غلط وان احنا النهارده لما بيجي الاهلي مثلا يكسب بطوله زي بطوله السوبر المصري ويجي بعدها يكسب مثلا اكتر من مباراه فالناس تقول لك لا مفيش مشكله. لا في مشكله. النهارده خط الدفاع النهارده برده ناس كتير كل النادي الاهلي بيقول لك لازم تدعم محمد اسماعيل مصطفى العيش. أيمن قال لك لا مش هجيب يوسف ايمن. اللي جه من طب ما تجيب واحد مصري من الدوري المصري. لا 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 ما انت خلي بالك انت مش انت انت ماشي انا هقول لك انت ماشي محمد عبد الله ماشي محمود كابتن ماشي من الاثنين. يوسف ايمن عنده مشكله كولر ان هو في احدى المباريات اما احتاج حد ورا غير مكانه نزل واحد مش مكانه ما نزلش الراجل. ايوه طبعا مش واضح ان هو مش على عرضه. لا على فكره دي مش مجال الجدال. بعدين في اشرف داري انا جبت اشرف داري وجبت يوسف ايمن وانا عندي مشكله بسبب رحيل محمد عبد المنعم. فبالتالي هنا الاختيار برضه هل هي مسؤوليه الراجل ولا مسؤوليه لجنه التخطيط؟ مليون في المية مسؤوليه الراجل. الراجل طب ما نرجع للعيبه المصريين. بص يا اسلام ما نرجع للعيبه المصريين. انت اديت الراجل نزل الملعب اي مدير فني نزل لك لعيب بقى معاك في الملعب هو مسؤوليتك. لا لا بص بغض النظر ان الاهلي عمل في اوقات النادي ممكن يفرض لعيبه على المدير الفني مش كولر بدليل مصطفى العش ومحمد اسماعيل. هو ايه اللي سبب في عدم التعاقد معاهم؟ هو مش اي حد تاني. ومين السبب ان الاهلي جاب كام صفقه؟ سامي سامي انت النهارده مين السبب ان الاهلي ما جابش مهاجم تاني؟ ما هو حبيبي مين السبب ان مشى الاهلي جاب كام صفقه في رمضان؟ جاب كام السنه دي؟ ثلاثه او اربعه هو علي معلول مشي جاب يحيى عبد الله هو الوحيد اللي بيلعب اربعه وداري وداري ما شموهاش بيلعبوا ثلاثه وعمر سامي ما بيلعبش وهو اللي مختار. هل يعقل ان انا في النادي الاهلي بجيب اربع صفقات لاعب بس اللي بيلعب واللاعب ده خلي بالك ايوه واللاعب ده خلي بالك اللي هو يحيى عطيه الله لسه لغايه دلوقتي بيتحسن اداؤه لكن في النهايه لا 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 معلش مفيش هو مش رجل مفيش قناعة علي معلول. لا هو مش رجل علي معلول. ايوه انا بقول لك بيتحسن اداؤه لكن في النهايه ما وصلش ل 50% من اداء علي معلول. مش عايزين نقيس كده بس كده سويتنا الدنيا يعني بس انت بس عشان ما تعادلتش ماتش عشان تعادلت الماتش لا 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 هو عنده اخطاء لا لا ثواني بس عنده اخطاء لا مش اخطاء ما انت لسه كسبان بطولتين وكنت طالعين بالسما ولسه كسبان ماتش في افريقيا انت اهدى بس يا عراقي انت كسبان بطوله من ماتش عراقي معلش اهدى بس شويه ما تسودهاش لا مش هسودها بس ده الواقع لا لا سمعت ده الواقع والله بس اهدى بس انت ممكن عندك مشكله عندك مشكله انت كنت محتاج مهاجم من اول الموسم واحنا قلنا الكلام ده اكتر من مره ومحتاج مثلا لعيب وسط ملعب مدافع ومحتاج اجنحه ماشي ما حصلش ان انت جبت ده وقلت ناجل الصفقات ليناير لكن ما تسودهاش عشان تعادلت ماتش هو خلينا حضرتك نقول حاجه بشكل اهدى
الاهلي يمتلك زي ما بنتكلم في العادي، الاهلي يمتلك فريق جيد، ولكن في قصه واضحه جدا وهي بديل. ان لا الناس اللي خرجت الناس اللي جت مش على نفس مستوى الناس اللي خرجت. طبعا انت خرجت ديانج، خرجت عبد المنعم، خرجت عبد القادر، انا برضه لسه ما شفناش اشرف داني يعني. لسه ما شفناه، ده لعيب منتخب ولعب كاس عالم. أيوة ماشي، لسه ما شفناهوش عشان نقيم الناس اللي كان هو بقوه عبد المنعم ولا لا. صح، مين المسؤول ان انت ما تشوفوش لغايه دلوقتي بسبب الاصابات الكتير قبل ما هي اصابه واحده؟ هي اصابه واحده وقررت. ده الراجل بينزل كل 3 ايام. عمر الساعي ده كابتن، عمر الساعي ده مشكله كبيره. عمر الساعي يا شريف، عمر الساعي مثلا كمثال، الراجل اساسا عنده القندوسي يرجعه، وفاكر انت اعتقد القصه دي كويس، عنده يرجع القندوسي. الراجل قال لهم انا مش عايز القندوسي وعايز اضم عمر الساعي، يعني هو فضل عمر الساعي على القندوسي، ما عنديش مشكله يا فندم. دي وجهه نظر فنيه، ما تقدرش تعرضه فيها، ما عنديش مشكله. لما يجي بقى عمر الساعي ما تلعبوش دقيقه، يعني انت عمر الساعي من ساعه ما جه النهارده ابو 50 مليون جنيه تلعبوا دقيقتين في يعني ماتش. انت شايف ان كولر التجهيز الموسم خاطئ؟ طبعا تجهيزك للموسم مش صح. خدت بطوله، خدت بطوله، ده مش لا يعفيك من المسؤوليه. وخلي بالك بس، انا عندي مشكله مع كولر كبيره. انت خدت بطوله ازاي بس؟ ايوه ماشي. طب انا معترف يعني معاك، يعني انت خدت بطوله اللي هي السوبر المحلي اللي هي مباراه واتنين. انت في السوبر الافريقي بس في فاصل، اتفضل، لان الحديث طول معانا، نرجع نكمل حديثنا بعد الفاصل. نرجع تاني بقى سريعا ونكمل حديثنا، برضو نروح على الامور، يعني الدوري ممتاز وان هو الموسم الاصعب. انت مقتنع بحته ان لسه في مطبات كتير للاهلي والزمالك وكل الفرق؟ بالتحكيم ولا من غير تحكيم؟ اللي تشوفه. التحكيم هيبقى فيه مطبات طبعا، لكن لا طبعا الدوري صعب جدا، لان الصراع كبير جدا، وزي ما قلت لحضرتك الحلقه اللي فاتت، الجول هيفرق. جول يحطك في التسعه اللي فوق، وجول ما تحسبلكش تحطك في التسعه اللي تحت. فتجميع النقاط دي، يعني النهارده ماتش انبي والاسماعيلي، ركلتين جزاء وهدف لانبي اداله 3 بونت، وركلتين جزاء للاسماعيلي ضيعوا منه 3 بونت، فهتبقى ازمه كبيره. لا ده مطبات كبيره، والدوري صعب جدا، وكل مباراه ليها حساباتها وليها تفاصيلها، وهيبقى في صراع كبير جدا على النقط. طبعا في فرق لغايه دلوقتي يعني تحس انها في التسعه اللي تحت، لكن في هيبقى في صراع في النص. شايف ان امام عاشور خلاص اتعلم الدرس؟ بص يا كابتن بقى، الموضوع ده مهم جدا وكويس حضرتك طرحته. انت لاعب كبير بس مش اكبر من ناديك، ايا كان النادي انت مش اكبر من ناديك. وشفنا النهارده رسائل الجماهير في المدرجات اللي اتبعتت، ودي ميزه جمهور الاهلي. سنة 92 الأهلي أنهى عقود أو استغنى عن كابتن طارق أبو زيد، وما أدرك ما طارق أبو زيد، علاء ميهوب وما أدرك ما ربيع ياسين، نفس الشيء كابتن محمود صالح، حسام حسن وإبراهيم حسن، إيقاف وعقوبات قبل ما ينزلوا من الطيارة، إبراهيم سعيد، عصام الحضري، أكتر من لاعب وكانوا نجوم ومؤثرين وليهم تاريخهم الكبير جدا في النادي الاهلي. هقول لك الثقافه اختلفت والاداره اختلفت. هقول لك الدنيا مختلفه. هقول لك يعني رغم ما كانش بقى في سوشيال ميديا ولا الكلام ده، بس كان موقف الجمهور مع اداره النادي الاهلي. لعيب خطا جسيم وتعاقب عقوبه كبيره واعتذر. في جزء مهم في الاعتذار غير مرفوض، ما كانش له لازمه في الاعتذار اللي عمله. لكن ان انت الخطا ده يتكرر ويستغل من جانب اخر، فانت كده بتعبث بتاريخك. انت ممكن تبقى موهبه كبيره جدا، بس الموهبه في العقل مش في الرجل. موهبه اللاعب في عقل. حضرتك ما ردتش عليا برضه، شايف ان دي ممكن تكون اللقطه الاخيره او الخطا الاخير خلاص في ايد امام افندم؟ امام هو يعني ممكن يكون يستوعب الدرس وان اللي جاي مختلف؟ بالتاكيد، خاصه بعد الحديث اللي دار بينه وبين كابتن محمد رمضان، والرساله اللي كانت على الواتساب بينه وبين كابتن محمد الشناوي اللي قال له فيها انت مش كنتش المقصود، وانا ما كنتش قصدك الكابتن بتاعي، بس انا كنت منفعل وكده. فالكابتن محمد الشناوي رد عليه قال له التصرف ده انا كنت هعمله معاك او مع اي لاعب عمل نفس التصرف بتاعك، فما يتكررش. وجمهور الاهلي مش هيسكت،
جمهور الاهلي عمره ما جه في صف لاعب على حساب اداره النادي. صح. ايجاريا لاعب الزمالك ما تسالش انا على ايه؟ لا خلاص على الحاجات دي. لا لا اللي انت لا ما تقول لي بصراحه. لا حضرتك بتقول انت صاحب بيت. ايجاريا خليك في ايجاريا على الحاجات دي. خليني في ايجاريا على الحاجات دي. لا انا بس يعني حبينا نوضح ايجاريا. ايجاريا في اتفاق يعني معاه في نادي الزمالك ان هو يكون موجود لمده 6 شهور وده باصرار طبعا من جوميز المدير الفني. ما فيش قناعه كبيره من الاداره بمستوى لكن في ظل طبعا تمسك في ظل تمسك ما هي نفس اللي بيطبق على كولر هو اللي بينطبق على جوميز. ان اداره الزمالك بتتعامل مع ان جوميز هو المسؤول. حاولوا في الاول ما انا بقول لك زي امام عاشور كده. لا 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 بس انا بس هقول لك بس امام عاشور. لا 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 استنى بس انا بكلمك جد والله بكلمك جد. لا والله نتناقش. طيب طب بس طب نتناقش والله. طب حضرتك اشوف امام عاشور ماله. ماشي احنا اتدخلنا انا بس اول لما شريف بيسمع امام عاشور. لا لا والله لا والله السؤال ايه؟ انا عايز اقول له هو بيقول لي اي ما بيحصل في اداره الاهلي مع كولر الاداره ما بتتدخلش في طلبات كولر او كولر هو اللي بيقول طلبات. صح ده ما حصلش في الصفقات اللي في الشتاء ولا اللي في الصيف اللي فات. لا عمر جوميز ما خد رايه في اي لعيب. لا لا ازاي بقى اتاخد رايه في كل اللعيبه اللي جت. ما فيش بص سيبك من هنشتغلها السوشيال ميديا انت نقول بنفسك الكلام ده. انت بنفسك هنا يا اسلام. انا بكلمك ان بعض انت بنفسك هنا قلت ان جوميز مش مقتنع ببنتايك. لا ايوه طب ما انا قلت ده. لا لا مش طبعا. مقتنع. طب ازاي مش مقتنع بيه هو اللي جابه؟ لا ثواني بس مش مقتنع بيه في مستواه في بدايته وبعد كده دفع بيه الولد ازاي بقى؟ هو جابه ازاي بقى؟ هو مش مقتنع. هو الخبر بيه. كان صح وقتها. طيب ماشي هو ازاي بقى جابه؟ مش لاك وضعه ازاي جابه؟ ومش لاك نفسه ومش لاك. واحنا جايين بقى نحلل. طب احنا ما نتكلم في امام عاشور الاول. لا طيب انا اول لما اقول امام عاشور خليك في الزمالك. خليني في الزمالك. خلينا مع بعض. ماشي. يعني فيه. يعني قرار يعني اللي هيتكلم فيهم هقول لهم يعني عشو. يعني قرار بتاع جوميز صح. قرار جوميز طبعا هي الاداره واخده قرار ان طالما هو المدير الفني متمسك بالتعاقد معاه خلاص هنجيبه. وفي نفس الوقت الزمالك محتاج كم صفقه؟ 4 صفقات. محتاج فلوس قد ايه؟ لا محتاج مبالغ ماليه. هو محتاج هو يفضل من الزمالك عنده مشاكل. لا للصفقات دي لا محتاج صفقات بس هم عندهم الأولوية في الزمالك إن هم يجددوا لزيزو وبقية اللاعبين ويسددوا مستحقات. أنت من الناس اللي شايف إن مسألة التجديد سهلة صح كده؟ لا يعني شايف إن في الآخر أنا شايف هيجدد. لا أنا شايف إن زيزو ومسألة تجديده تحكمها الفلوس وتحكمها الدعم المالي بشكل كبير وحصل يعني المرة اللي فاتت قلت لك أنا ما زلت متمسك عن إن الزمالك عرض 60 مليون جنيه الخلاف لغاية دلوقتي على الأمور المالية. تمام لكن هو والد زيزو موافق على 60؟ ما أنا بقول لحضرتك الخلاف على الأمور المالية حصل 3 جلسات ما بين اللاعب ووالده وحسين لبيب رئيس النادي لكن حتى الآن لم يتم حسم القرار بشكل نهائي. فبالتالي الأزمة في إيه؟ الأزمة في الاتفاق على الأمور المالية. بخبرة السنين والده هيوافق على كام؟ لا والده في موقف صعب جدا. أنت بتتكلم على أحسن لاعب في مصر مرشح أنه هو يكون أفضل لاعب في موقف صعب؟ طبعا فأسهل موقف. لا موقف صعب طبعا. ازاي؟ لان انا ابني جاي له جاله 200 مليون جنيه في الموسم. طيب ايه الصعب في كده؟ ماشي انا النهارده بيتعرض عليا 60 مليون جنيه ماشي. في نفس الوقت انا عندي رغبه انا عندي رغبه ان انا اكمل لكن بالفلوس ديت هو عنده مشكله. هيختار ايه؟ هيختار الفلوس ولا هيختار رايك انت التاريخ ايه؟ وهيختار اسمه رايك وهيختار انت ايه؟ لا الموضوع يعني صعب جدا على انت بخبراتك. لا خبراتك بص كابتن سيف انا متعود ان في المفاوضات كل شيء وارد. برافو عليك. صح كل شيء وارد. صح. حسام حسن وهاني ابو ريده ملف هيمشي ازاي؟ طب في بس كام حاجه عايزين نتكلم فيها. اتكلمت عن موضوع التحكيم وكده بتاع كابتن رمضان ما ردناش عليه. اولا بس احنا ان شاء الله باذن الله هنيجي نقعد بعد 2 3
ويكون في خبير تحكيم اجنبي. مش معنى انت بتعمل فيديوهات معنى انك تسال وتجاوب. لا انا ما رضيتش عليها، سالتني فيها ما رضيتش عليها. اتفضل. ما رضيناش بس الوقت قلت لي خلينا بعيد عن الفيديوهات. هنيجي بعد شهر، هنيجي بعد شهرين، هنيجي بعد ثلاثه، هيجي خبير تحكيم اجنبي، هنيجي نقعد نفس القعده دي، هنقول ان الحكام غلطوا ضد الاهلي وضد الزمالك. فدايما الحكام هم بيبقوا ايه، شماعه، ولكن مستوى التحكيم محتاج تطوير كبير جدا. تمام. دي حاجه ما فيهاش كلام، ولكن مش التحكيم هو المشكله خالص. طيب كابتن رمضان وقصه امام عاشور، اعتقد اللي بيعمله بعد كده الاتحاد. لا براحتي لا عشان تفضفض بقى براحتنا، طلع العفريت اللي جواك. كابتن رمضان من ساعه ما جه سياسته واضحه جدا، الراجل ما بيعملش ولا نفسه مش واخد باله. قصه اللي كانت بتحصل قبل كده كانت بتحصل قبل كده، ان هو لعيب يقول كلمه فيتعمل نفسنا مش واخدين بالنا. هو الراجل ما بيعملش كده وما بيتهاونش في القصص دي. اللي بيحصل ده هو ده الصح في اوضه اللبس النادي الاهلي، لان هي كان بقى لها فتره كبيره مفتقده القصه ديت. قصه امام عاشور اعتقد فعلا زي ما قال الاستاذ شريف الجمهور وجه رساله قويه جدا. خلي بالك قصه امام دي حطتنا قدام ملف مهم بعد كده في عقوبات برضو لازم يبقى يحصل فيها تعديل، وده اللي انا سمعته في النادي الاهلي. انك ممكن تسكت اللاعب يطلع والده، سكت يطلع اخوه، ابن اخته، يطلع ابن اخته، زي ما بنشوف يطلع المدرب الخاص بتاعه، واحد صاحبه. لا 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 بص يا كابتن، صح كلامك مظبوط، بس احنا الاول بس خلينا في اللعيبه عشان كده العقوبه اتضعفت. ايوه صح، بس خلينا الاول بس في اللعيبه. احنا النهارده اللعيبه دي كانت بتعمل حاجات شبه كده. أيوة، وحاجات كتير كانت بتعدي. لا مش مشكله، هو كان بيسال على كابتن رمضان، هو بيسال على كابتن رمضان عشان كنت اللي بيعمله كابتن رمضان. اللي بيعمله كابتن رمضان هو ده الصح، وهو ده اللي فعلا يعني حتى لو انت هتخسر لعيبه مهمه في اوقات مهمه، تعالى لي في دي بس في اوقات مهمه، فده امر طبيعي جدا ان هو يحصل دلوقتي، واعتقد ان ده كان المفروض يحصل من فتره ما كانش بيحصل. الجمهور النهارده وجه رساله مهمه جدا لكل اللعيبه، ان مفيش حد هيكون اهم من نادي الاهلي. مهمه الجمهور بقاله فتره، جمهور النادي الاهلي دايما يعني اللعيب اللي يبقى بيكسبه او كويس بالنسبه له بيطلع السما. تمام، ممكن ساعات كتير تبقى على حساب النادي. لا الفتره الاخيره الموضوع مش كده. النهارده امام عاشور محدش ينكر ان امام عاشور عنده مكانه كبيره جدا في قلوب جمهور النادي الاهلي، ولكن رغم كده لما حسوا ان الموضوع هيجي على النادي الاهلي ابتدوا لا لازم يكون في تقويم كبير جدا ليه. كابتن حسام وكابتن هانيبال، الموقف اللي انا قلت لك عليه موقف خاص، حاله امام دي وقفت الكابتن رمضان، وفي تعديلات في اللائحه فيما يخص الحاجات دي. مظبوط، اللي هو ما يبقاش اي حد يطلع من ناحيته، يعني انت مش هتتكلم ممكن حد تاني يتكلم. صح مظبوط. قصه كابتن هاني ابو ريده وكابتن حسام حسن. على فكره هو اتكلموا خلاص. يعني هما اتكلموا وما كانش، هو ما كانش في مشكله، هو في عارف انت ايه ما كانش في مشكله اصلا. لا ما كانش في مشكله بينهم. هم يعني هما كان قال لك ان امام عاشور ليه مكانه في الجمهور، يبقى حسام، يبقى حسام حسن وانا ابو ريده ما كانش في مشكله. انا عندي حسن وانا ابو ريده ما كانش في مشكله. لا صح، لا فعلا كابتن هاني ابو ريده وكابتن حسام حسن المشكله ما بينهم كانت في النص. نلتزم وصول لو سمحت، كانت في الناس اللي في النص. دي ناس تروح، وده انا شفته بعيني، ناس تروح تقول لكابتن حسام ده كابتن هاني قال عليه كذا، كابتن هاني ابو ريده ناس تروح له تقول له ده كابتن حسام قال عليه كذا. لا لا حصل، حصل حاجه، حصل مؤتمر، حصل مؤتمر. انا عارف، انا جاي لك مؤتمر. لا مش مؤتمر، الكلام اللي في المؤتمر. انا عايز وجهه نظرك انت. وجهه نظري في ايه؟ في الموضوع ده. ايوه في ايه؟ يعني الموضوع انتهى، هينتهي، مفيش هو حصل تليفون. والقصه خلصت. ايوه حصل تليفون، الموضوع خلص. مفيش مشكله اصلا. ايوه، وعلى فكره باشمهندس هاني في المؤتمر اتكلم عن الموضوع وقال يا جماعه اللي هيقعد كابتن حسام او هيقعد الجهاز الفني هو نتائج. وعلى فكره ده كلام منطقي. وقال لك ان انا في 2019 ما انا مشيت بسبب النتائج. صح تمام، ولا هتعامل معاك رئيس اتحاد ومدرب. ايوه طب هو رئيس اتحاد ومدرب. لا لا ما انا فاهم. صح، ما هو الراجل اتكلم على فكره باشمهندس هاني في المؤتمر ده كان حاسم جدا. صح، يعني الراجل اتكلم كلام اللي احنا ما كناش متوقعين ان هو هيقوله بالشكل ده. صح، يعني اتكلم في قصه الحكام وقال بصراحه يعني مش متوقعه ليه كلام طبيعي. لا مش متوقعين ان هو في المؤتمر التقديمي قبل الانتخابات ان هو يكون يعني قال لك بس اقول لك حاجه الحكام. اقول لك حاجه استفدتها النهارده، انت عندك نقطه ضعف في اتحاد الكوره بصفه عامه، مش بقى مجلس الحالي. نطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل. نرجع تاني بقى سريعا واسئله سريعه جدا جدا قبل ما نختم. سمعت امبارح عن ميزانيه النادي الاهلي؟ 7 مليار. رقم كبير جدا. طبيعي يعني بتتضاعف كل دوره انتخابيه، بتتضاعف الميزانيه طبعا. انت حجم الانفاق في النادي الاهلي وحجم المداخيل اللي بتيجي من العوائد سواء من كره القدم سواء من الرعاه سواء من الاعلانات، لا طبعا مداخيل كبيره جدا في الميزانيه طبيعيه. اسلام الحته دي برضو الحقيقه يعني كل التحيه لمجلس اداره نادي الزمالك، جه في ظروف صعبه جدا، الناس بتشتغل تحت ضغط كبير جدا. انت بتقابل منافس بحجم ميزانيه كبيره بمشروع استاد هيدخل له رقم كبير جدا، مطالب ان انت قدام الجمهور ان يبقى فيه منافسه مع امكانيات مع مديونات انت بتدفعها، قصه صعبه، ازاي دي هتتحل؟ لا هو ده مش عذر، لان انت توليت او انتخبت لمجلس اداره نادي الزمالك. انت عارف يعني ايه قيمه نادي الزمالك.
وهم في المجلس عارفين يعني ايه قيمه نادي الزمالك وشعبيته وجماهيريته، وبالتالي هم عليهم ان هم يسعوا لتحسين موارد نادي الزمالك. لكن فكره ان انا نافس الاهلي هتفضل تاريخيا ده يعني غصب غصب ليه سنين لا يعني قصدي انت عشان تكون منظومه ماليه جيده لازم تسدد مديونيات. بص اصل الناس مش هيسحروا يعني الزمالك هيفضل هو المنافس الاوحد للنادي الاهلي ده امر طبيعي. الزمالك بقى عنده فلوس، عنده مديونيات، عنده مشاكل، ما عندوش مشاكل، عنده صراعات، هيفضل الزمالك بجماهيره بلاعبيه بنجومه بتاريخه الكبير جدا هو المنافس الاوحد والقادر على منافسه النادي الاهلي الى ابد الدهر، لان هما الاثنين الناديين الكبار اللي بيمتلكوا الشعبيه الكبيره جمهورية. والاسم الكبير والجماهيريه طبعا الكبير. ماشي عراقي، ما يخص برضو النادي الاهلي او ما يخص كولر في المباراه القادمه او البطوله القادمه في الدوحه، تفرق كتير معاه في استمراره ولا الحساب نهايه الموسم؟ لا الاهلي دايما معودنا الحساب نهايه الموسم، يعني ما فيش القصه دي. والا كان كولر مشي على فكره، ما هو خسر بطولات قبل كده كان خسر. لا ده ما بيحصلش في الاهلي الا بقى لو انت تراكم الموضوع معاك في اكتر من بطوله ورا بعض، دي قصه ثانيه. ولكن كان في سؤال برضو سالته، هل الشناوي اللي هيلعب ولا مصطفى شوبير؟ لا هو الشناوي اللي هيلعب. هو مصطفى شوبير لعب الماتش ده عشان الشناوي ما كانش بيلعب، وعشان مصطفى هيقعد فتره ما يلعبش. يعني هو ده الكلام اللي اتقال. في بقى علامات استفهام حوالين عدم جلوس الشناوي على دكه البدلاء، يعني دلوقتي الكلام بيتضارب. دلوقتي كولر بيقول لك لا ده ما فيش اتفاق، قبل كده كان بيقول ان في اتفاق. ما فيش اتفاق. مفيش عايزين نعرفها. في اتفاق؟ ما فيش اتفاق. لا كولر قال ما فيش اتفاق. ما هو قبل كده كان في اتفاق. قبل كده هو نفسه كولر قال في اتفاق ان هو يخرج عشان يتم راحته. دي برده مش مفهومه، ليه طب الشناوي وهو مش مصاب؟ هو قال في اتفاق على ماتش سيراميكا في السوبر المصري، كان في اتفاق قبل ما يسافروا. هو السؤال هو الشناوي قعد قبل كده قعد في نهائي افريقيا وقعد في ماتش سيراميكا. النهارده مثلا في وقت البنك، لو قدر الله شوبير تعوق، لو قدر الله شوبير اتطرد، ليه يعني هتنزل بحارس ما بيلعبش خالص؟ ما دي برضو غريبه. احسن لمصطفى نفسه يبقى حمزه احتياطي ولا الشناوي احتياطي؟ لمصطفى؟ لا مصطفى مش هتفرق معايا، مش فارقه، مش هتفرق معايا. لو انا اساسي مش هتفرق معايا. هي تفرق معاه في القايمه بقى. لا يفرق معاه، يفرق مع الفريق. لما يكون الحارس الاساسي والحارس اللي هو بيدعمني على طول زي ما انا بطلع بقول محمد الشناوي على الدكه، طبعا يفرق معايا. طب النهارده مصطفى شوبير نجم المباراة. لا ما انا مش بتكلم، انا بتكلم على الدفاع المعنوي. ايوه هتفرق في ايه؟ انا النهارده اساسي في ايه؟ بتفرق طبعا. بتفرق مع النهارده، بتفرق مع الفريق لكن ما تفرقش مع الحارس نفسه. بتفرق بشكل خاص، بتفرق مع الفريق. بتكلم ان الشناوي هو قائد الفريق بشكل عام. لو ماتش مهم زي ده بشكل عام مع الفرقه، وجوده ككابتن الفريق طبعا. لا دي قصه ثانيه، كابتن الفريق ده موضوع طبعا، ده مهم جدا. صح. بشكركم شكرا جزيلا. شكرا سرائي، شكرا اسلام، شكرا بيه، شكرا حضرتك، شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده، اشوف حضراتكم بكره ان شاء الله باذن الله على الف خير.